السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم ويوم جديد من منشد. النهاردة هنصدر لحضراتكم كده 90% من الحلقة. أهلنا في الصعيد، أهلنا في الأقصر، جمال الأقصر وبالتالي جمال الصعيد، لأن احنا داخلين على محافظة تانية اللي هي محافظة أسوان. يبقى عندنا محافظتين، محافظة الأقصر ومحافظة أسوان، اللي بيتم فيهما تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. بصراحة أنا ما باجي أتكلم في الصحة، ناس بتقول يعني إن أنت بتتحدث بتفاؤل. لا، أنا مش بتقول، أنا فعلا بتحدث بتفاؤل. اللي حصل فيه وبيحصل فيه ملف الصحة في مصر مسألة الحقيقة يعني بتريحني جدا، وخصوصا أنا لمست ده على أرض الواقع لما كنت في الأقصر من حوالي أسبوعين، وقبليها السنة اللي فاتت كنت موجود في نفس المنظومة اللي هي منظومة تطبيق النظام الصحي الشامل اللي كنت موجود فيها في الإسماعيلية. خلوني الأول قبل ما أروح لهذا الملف الجميل، خليني أقول لحضراتكم إنه إحنا في وضعنا العام بالنسبة للصحة وبالنسبة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، احنا بنطبق دلوقتي في 5 محافظات وفي 6 يعتبر. الست محافظات دول يعني الحمد لله رب العالمين، بورسعيد بنسبة كبيرة جدا الأهالي بقوا لامسين الخدمة، في إسماعيلية الأهالي بقوا لامسين الخدمة، هنلاقي دلوقتي جنوب سيناء الناس لمست الخدمة، الأقصر زي ما هنبقى مع حضراتكم برضو الناس لمست الخدمة، إن شاء الله أسوان خلال أيام، والسويس خلال أيام أو خلال كم شهر كده هنشوف الدنيا ماشية إزاي في السويس، وهنروح بحضراتكم ومع حضراتكم وبإشراف حضراتكم وبتقييم حضراتكم، لأن إحنا هنا في هذا البرنامج لما بنطلع خارجي، لما بنعمل تصوير خارجي أو بنعمل تقرير خارجي بنعمله من خلال الواقع، مش بعمله من خلال آراء المسؤول بس، لا أنا بعمل من خلال آراء المسؤول وفي نفس الوقت اللي يهمني اللي هو رأي المواطن في حد ذاته يعني. فأنا بحاول بقدر الإمكان أني هوصل لحضراتكم كده لمرحلة من مراحل الاحترام الموجود في الإجراءات اللي بتتم في مجال الصحة، لأنه زي ما قلت لحضراتكم تاني وناس كتير بتسأل هو اللي انتوا بتقولوه ده صح؟ أيوة يا فندم صح والله، بس هو عشان ما تطبقش في القاهرة لسه هذه المنظومة ما تطبقتش في القاهرة، فأنت حضرتك بتهيلك أن الموضوع لا ده ما جاش عندنا، مش في اسكندرية، لا ما جاش عندنا. فخلوني أنا هاخد بس بعض الأخبار وبعدين هعمل تقدمة للتقرير وبعدين نروح للتقرير إن شاء الله نستمتع به سويا ونشوف أهلنا في الصعيد بيقولوا في هذا الإطار. وأنا بتكلم خليني أخد كده يعني الصحف بكرة كده، خلينا ناخد الصحف اللي في الصفحات الأولى. عندنا أخبار اليوم بكرة 250 مليون جنيه للتخفيف عن ملاك الأراضي الزراعية، وزير المالية بيقول لا ضرائب جديدة على السجاير خلال العام الحالي، لا ضرائب جديدة على السجاير في خلال العام الحالي. طبعا السجاير دي واخدة يعني شيء وشويات من الناس يعني. الأستاذ أحمد حمدي زميلنا العزيز، ده الأستاذ أحمد هاشم طبعا في الأخبار أو أخبار اليوم، زميلنا أحمد حمدي في أخبار اليوم برضو، 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة تجاوزت 9 مليارات جنيه. والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية بينفي تماما انتشار وباء الدرن في مصر، بيقول لا انتشار لوباء الدرن في مصر، والحكومة بتقول لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة في هذا الإطار. نشوف صحيفة الأهرام بكرة بتتكلم في هذا الإطار. طب خلينا قبل ما اروح لأخبار للأهرام خليني اقول لحضراتكم ان في ملف بذكاء زملائنا عملوه في اخبار اليوم واستكمالا لنهج الدوله المصريه، بيتكلم عن الشركه المتحده تمكن المراه والشباب في هذا الاطار، والحقيقه عاملين يعني واخدين راي مصطفى عمار زميلنا العزيز رئيس تحرير صحيفه الوطن، علا الشافعي زميلتنا العزيزه رئيس تحرير اليوم السابع، عبد الفتاح مصطفى 90 90 راديو 90 90، والحقيقه كل واحد منهم الثلاثه خلي بال حضراتكم المتحده تمكن المراه والشباب. احنا عندنا انا مش عايز اقول مين الشباب في هذا الاطار، لكن علا يعني من الناس
تعبت جدا في المهنة، والحقيقة كان ليها طلات كتيرة جدا وليها يعني إنجازات كبيرة جدا شخصية بالنسبة لها في ملف الصحافة الفنية ومرحلة النقد الفني وفي مرحلة الحوارات الفنية، والحقيقة الحركة المسرحية والحركة الفنية والحركة الأدبية. والحقيقة والحقيقة أنا اشتغلت مع علا في مكانين، اشتغلت معاها في الأهرام العربي، مجلة الأهرام العربي فترة، واشتغلت معاها في اليوم السابع فترة. فأنا كنت شغال في اليوم السابع قبل كده، من ضمن الناس المؤسسين للقسم الاقتصادي في اليوم السابع سنة 2007-2008، فلينا مع بعض حكايات وحكايات، فأحمل لها كل الود وكل الاحترام وكل التقدير وكل المهنية إن شاء الله. مصطفى عمار زميلنا العزيز أنا اشتغلت في الـ في الـ في الـ في البرامج، وهو كان كاتب جميل كده في صحيفة الفجر وبيكتب في كذا جورنان، والحقيقة هو من الناس اللي يعني من الشباب اللي دخل مرحلة النقد برضو للنقد الفني والنقد المسرحي والنقد الأدبي في هذا الإطار. كان ليه عمود مميز جدا في صحيفة الفجر يعني لحد فترة قريبة جدا، كنا بنتناول هذا الأمر بكل ترحاب، فأنا إن شاء الله بإذن الله يحط بصمته في صحيفة الوطن. نفس النظام بالنسبة لزميلنا عبد الفتاح مصطفى. تعالوا نشوف جورنان آخر في هذا الإطار، بنتكلم على الأهرام، تيسيرات جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وعدينا العليا للتنسيق بتحسم أعداد المقبولين بالجامعات خلال ساعات، والاتحاد الدولي لليد يشيد بإنجاز الفراعنة في مونديال الناشئين. برضو نروح لجريدة اليوم السابع في فوق كده، زي ما زميلنا أحمد حمدي كان كاتب في صحيفة أخبار اليوم برضو في اليوم السابع 1.8 من 10، وزميلنا العزيز وليد عبد السلام 1.8 من 10 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 9 مليارات جنيه، والصحة إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج 1.5 مليون مواطن. أيضا في صحيفة المصري اليوم هنلاقي زميلنا محمود خليل بيتكلم عن ضربة جديدة لفساد المحليات تحيل 765 موظفا للتحقيق، وإصلاحات هيكلية خلال أشهر لمواجهة التحديات الاقتصادية، و15 توصية بالحوار الوطني لتحسين مناخ الاستثمار. الدستور موديز، وده طبعا نقل عن وزير المالية، بتقول تراجع تصنيف مصر موديز تراجع تصنيف مصر وتشيد بالإصلاحات الهيكلية. وطبعا ملف كامل من العالمين من أرض الألغام إلى مدينة الأنغام في هذا الإطار، يعني جزء من البانوراما كده اللي احنا بناخدها مع حضراتكم. عندنا صحيفة الوطن برضو إجراءات جديدة لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين، والصحة بتقول 1.8 من 10 زميلتنا مريم الخطاوي في صحيفة الوطن بتتكلم عن 1.8 من 10 مليون قرار علاج على نفقة الدولة. نفس الكلام اللي قاله أساتذتنا أو زملائنا الأستاذ وليد عبد السلام في اليوم السابع والأستاذ أحمد حمدي في صحيفة أخبار اليوم. إذن إحنا أمام أهم خبرين في صحافة الغد يتعلقان، الخبر الأول يتعلق بإجراءات جديدة لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين والكلام بتاع وزير المالية، وفي نفس الوقت في كلام عن الصحة وتوفير 1.8 من 10 مليون قرار على علاج على نفقة الدولة. وأنا بتكلم في هذا الإطار عندي بعض المجلات كده، بس هاخد منها الـ 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 الأهرام العربي عندنا خليني أبدأ بروزا اليوسف، أبناء سيناء درع ضد الإرهاب وسند التنمية، ولندن تنمى والمتطرفين الهاربين من مصر. طبعا موضوع لندن ده صحفتنا بتتكلم فيه من زمان ولينا راي فيه من زمان في هذا الاطار، ان في بعض المشاكل جوه في هذا الاطار. فالحقيقه يعني زميلنا استاذ احمد وكل الزملاء اللي معاه، احمد الطاهري وكل الزملاء اللي معاه، وهنا احمد الطاهري برضو بيتكلم عن التغييرات الاعلاميه المتحده مرتبطه برؤيه الشركه وتستند لمعايير منها تمكين المراه والشباب. احمد الطاهري، الشركه المتحده غنيه بالكوادر وتعمل على تقديم جيل جديد من القيادات الاعلاميه الشابه. والسهل بتقول انتقلت من قناه اكسترا نيوز الى رئاسه شبكه قنوات دي ام سي، والطاهري يعقب قيمه مهنيه نعتز بها، جميعا نعتز بزميلتنا العزيزه الاستاذ الهام السهلي. وهنا برضو مهرجان العالمين والكلام في هذا الاطار والعالم عالمين في هذا الامر. مجله اخرى في المجلات، طبعا ده الملف اللي معمول عن قضايا ما بعد الطلاق على طاوله مناقشات المحور المجتمعي بالحوار
الوطني، وفكرة كبيرة جدا في هذا. طبعا زميلتنا نعمات مجدي الأهرام العربي بتتكلم عن أهداف استراتيجية في صالح مصر والإقليم ودبلوماسية المستقبل، وبتتكلم طبعا عن دور مصر في هذا الإطار ولقاء الأشقاء والأصدقاء في العالمين، وبتتكلم عن لقاءات سيادة الرئيس مع ملك البحرين ومع الشيخ محمد بن زايد في هذا الإطار، وجمال الكشكي زميلنا العزيز بيتكلم عن لقاءات في هذا الأمر وأهمية اللقاءات في هذا الأمر، والدكتور أيمن سبير بيتكلم عن العلاقات المصرية الإماراتية نموذج للعلاقات العربية العربية في هذا الإطار، وبرضو أيمن سمير تطابق الرؤية المصرية البحرانية في الملفات العربية والدولية ومرحلة جديدة في علاقات البلدين. يعني فكرة إن ده أهرام عربي فبيبقى اهتمام عربي في هذا الإطار بنشوفه. طبعا لازم محمد بيومي زميلنا العزيز يلقي بظلاله ويحط بصمته في الحوار الوطني، هو إرساء القيم العليا للجمهورية الجديدة، تفاعل كبير خلال الجلسات في هذا الإطار. أشوف مجلة المصور وتطوير يليق بمساجد آل البيت، الرئيس في حضرة نفيسة العلم. لو جبنا في الصفحة المقابلة أو الملف المقابل لروزال يوسف هنلاقي فيه نفس يعني المحتوى بتاع السيدة نفيسة، هنلاقي برضو نفيسة العلم والتطوير اللي بيحصل فيها وهو الآخر، ووجود سيادة الرئيس في حضرة نفيسة العلم، ويؤكد الدولة المصرية بتتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية. يا سيادة الرئيس ده مش ده خطة يعني من وده طبعا تحت رعاية الرئاسة في هذا الإطار، والرئيس بيتكلم عن الخطة اللي احنا اتكلمنا عليها امبارح والجمال بتاع القاهرة وهو الآخر. وانا بقول لحضراتكم ان شاء الله بإذن الله 2030 في شكل تاني للقاهرة، في شكل تاني للقاهرة، شكل يعني بالحقيقه هتلحظوا بقى فيه جمال ورونق وعظمه القاهره باذن الله لما تكتمل موضوع القاهره. ده مش القاهره التاريخيه بس، ده مصر على طول. يعني صندوق التنميه الحضريه بيتكلم على مصر كلها. ان شاء الله باذن الله 2030 هتلاقوا فكره التراث في حد ذاتها وصل حد فين، رايحه جايه منين، هتلاقوا فيه فكر كبير في هذا الاطار. فالحقيقه كل الشكر والتقدير للوزارات المعنيه في هذا الاطار. الإذاعة والتلفزيون وفي برضو كلام كتير في هذا الإطار بتتكلم على أدوات معينة من أدوات التعبير عن الفن والفنانين، ودايما يعني مركزة هي على الحوارات الفنانين في هذا الإطار، وعامل حوار مع تامر عاشور المغني أو الفنان، بيقول العالمين استعاد بريق القوة النعمة لمصر، والأطباء والصيادلة يكشفون المستقبل المهني او المهم لخريج كليات القمه في هذا الاطار، وخمس ملفات عاجله حسمها الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان في العالمين الجريده لما كانوا في اجتماع الاسبوع اللي فات. نص الدنيا وزميلتنا طبعا الاذاعه والتلفزيون والاستاذ خالد زميلنا العزيز وكل الزملاء لهم منا كل التقدير والاحترام في كتيبه الاذاعه والتلفزيون. عندنا نص الدنيا وزميلتنا مروه تبجي، هتلاقوا فيه كلام كتير جدا عن انتصار المراه، انتصار جديد للمراه بالقضاء، وزميلتنا ساره طعيمه كعادتها كل اسبوع الحقيقه بتدينا جرعه في هذا الاطار، وزميلتنا وفاء فراج ودعم كليات القمه في ظل الذكاء الصناعي والنانو تكنولوجي والى اخره، وهي بتتكلم طبعا كلام مهم في هذا الاطار، لانه كل يعني بيشوف دلوقتي الدرجات رايحه فين ورغبات الطلاب رايحه فين بهذا الاطار. احتفلت بانجاز نصف الدنيا العالم المصري الدكتور محمود عبد العاطي يفوز بجائزه افضل علماء الرياضيات في العالم، وزميلنا عطا عبد العال عامل ملف كبير في هذا الاطار او عامل حاجه مهمه في هذا الاطار. خلينا انا بتكلم على ده في مؤسسه فاهم للدعم النفسي، وده اول مؤسسه اهليه رائده لزياده الوعي النفسي، والحقيقه بيمثلها السفيره نبيله مكرم رئيس مجلس امناء المؤسسه، وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسه تانية اسمها مؤسسه الاخوه، يبقى مؤسسه فاهم مع مؤسسه الاخوه الانسانيه للخدمات، ودي بتهدف لدعم وتعزيز الاخوه الانسانيه ونشر قيم ومبادئ وثيقه الاخوه الانسانيه. حلو قوي العناوين دي، الكلام ده في الاخوه الانسانيه وقائمه ومبادئ ووثيقه الاخوه الانسانيه، والحقيقه بيمثلها الدكتور يؤنس لحظي رئيس مجلس امناء المؤسسه. الحقيقه يعني عمل اتفاق في هذا الاطار، وكانوا يعني من ضمن الحاجات اللي بيراعوا فيها الامر اللي هي فكره الاخوه الانسانيه. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لحضرتك. ايه
النهاردة بتوقيع البروتوكول بيبقى فيه نوع من أنواع الدعم من خلال مؤسسة فاهم بالدعم النفسي، من خلال الكوادر الطبية النفسية المتواجدة في المؤسسة نقدر أن إحنا بالتعاون مع مؤسسة الأخوة الإنسانية نقدر أن إحنا نساعد هذه الأسر. باخد طبعا فرصة ومناسبة أن أنا أهني مونسينيور دكتور أندري يوهانس جيد على قرار السيد رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض في العاصمة الإدارية لبناء مستشفى بامبينو جيزو، وهو المستشفى العالمي المتواجد في الأراضي الإيطالية. والحقيقة أنه قداسة بابا روما يعني كان يعني عنده من النظرة الإيجابية والموافقة أن يتم فتح فرع لهذا المستشفى على أرض الدولة المصرية، وكمان كرم زائد من السيد رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة الأرض للمستشفى. المستشفى بيشتغل على الحالات المرضية للأطفال بمختلف أنواعها، بالتأكيد أنه الأطفال والأمهات اللي بيدخلوا هذا المستشفى محتاجين أيضا للدعم النفسي. فالأمراض العضوية دائما ما تكون يعني مصاحبة لتعب نفسي نتيجة طبعا للألام اللي الأولاد يعني بيتعرضوا لها. النهاردة بلتوقيع البروتوكول أيضا بيكون في مجال التعاون مع مؤسسة الأخوة الإنسانية في مستشفى بامبينو جيزو. النهاردة وقعنا بروتوكول تعاون وشراكة استراتيجية مع مؤسسة فاهم لتوحيد الجهود من أجل تقديم خدمة أفضل. دايما بنقول أنه لو كل واحد فينا سعى لوحده أن يعمل الخير هيعمل خير، لكن هيعمل خير قليل، لكن لما بنوحد الجهود مع بعض بنقدر نعمل أضعاف الخير، وده الهدف منه الوحيد هو أنه نقدم خدمة أكبر لعدد أكبر من المحتاجين لها. أنا بصراحة أشعر بالسعادة وبالفخر من التعاون مع مؤسسة فاهم، لأنه مؤسسة فاهم تفتح بابا جديدا في الخدمة في مصر، هو باب الدعم النفسي للأشخاص المحتاجين لدعم، زي بالضبط مؤسسة الأخوة الإنسانية اللي هي بتفتح مجال في إحنا عندنا كذا مبادرة، مثلا مبادرة مدرسة الأخوة الإنسانية لذوي الهمم، مشروع كبير بنسعى إلى تنفيذه في أرض الكنانة ليكون مكان تأهيل ومكان إعداد لذوي الهمم ولأسرهم. كل التوفيق لمؤسستي فاهم للدعم النفسي ومؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات، وإن شاء الله بإذن الله يكون ليهم يعني إجراءات في هذا الإطار لعملية الأخوة الإنسانية دي، مش أي لفظ يتقال الحقيقة يعني، فلهم منا كل الاحترام والتقدير. بعد قليل حضراتكم هتروحوا معنا كده للأقصر، وقلنا احنا بنتكلم في الأقصر احنا بنتكلم في ارتقاء مهم جدا في عملية الصحة في مصر. وخلينا قبل ما اروح لهذا الأمر، انا عندي المبادرات الرئاسية، في عندي 100 مليون صحة عشان بس افرق وحضراتكم ما تتوهوش مننا في هذا الإطار. عندي مبادرات رئاسية، عندي 100 مليون صحة، عندي 100 يوم صحة، عندي القضاء على قائم الانتظار، عندي القضاء على فيروس سي، وحاجات كتيرة قوي في هذا الإطار. يعني أنا وصل عدد المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة 14 مبادرة، ده في قطاع الصحة بس. أنا بتكلم في القطاع، أنا لسه ما جيتش دلوقتي على مبادرة أو على النظام التأمين الصحي الشامل. ملف التأمين الصحي الشامل بقى لوحده ده واخد شوط تاني، واخد شوط مختلف، واخد كورنر تاني. يعني بمعنى إيه؟ انه اواخد مسار تاني. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه احنا ماشيين على قدم وساق دولة، ماشيين برعاية المواطن في ظل الامكانيات المتاحة في المحافظات اللي لسه لم يطبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل. طب نظام التأمين الصحي الشامل ده اخ جابر ايه وضعه بالظبط؟ نظام التأمين الصحي الشامل ده خدمة متميزة جدا، مبادرة متميزة جدا، بيرعاها على طول كده رئيس الجمهورية في هذا الامر، وبدأت تطبق اسلوبها او المنظومه نفسها بدا يتم تطبيقها في 6 محافظات. عشان في حد من اسكندريه امبارح دخل هجوم فبيقول انه انا مش واخد بالي من الخدمه، لا ما هي الخدمه بتطبق حاليا او ان شاء الله بنهايه العام هتكون في 6 محافظات. طب ايه المحافظات اللي تم فيها تطبيق الخدمه اللي هي
التنظيم اللي هي مبادره او منظومه التامين الصحي الشامل، اللي هي بديل بقى للتامين الصحي اللي احنا فيه دلوقتي، اللي هي هيبقى المنظومة الصحة في مصر كلها إن شاء الله بإذن الله هتبقى بالأسلوب اللي هنتكلم بيه بحضراتكم دلوقتي. فعندنا دلوقتي محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان. دول 6 محافظات اللي فيهم منظومة التأمين الصحي الشامل. وعملنا تقارير وغطينا في هذا الإطار، ورحنا مع حضراتكم السنة اللي فاتت أو من كام شهر كده، رحنا مع حضراتكم الإسماعيلية. ورحنا وغطينا هناك وورينا حضراتكم هذا الاجراء ومتابعين مع حضراتكم في هذا الامر كل ما يجري. يعني في الموضوع ده احنا رحنا الاقصر، قلنا نشوف الدنيا ايه، ونشوف بقى دي قريه الزنقطه ودي وحده الطب الزنقطه زي ما حضراتكم شايفين كده. ورحنا على ارض الواقع وشفنا الرعايه الاوليه اللي بتقدم للمواطنين في هذا الاطار. عملنا لقاءات مع القيادات بتاعه الرعايه الاوليه في الاقصر، منهم الدكتور احمد حماد مدير الرعايه الاوليه فرع الاقصر اللي هو بمنظومه التامين الصحي الشامل. شفنا عمليه الميكنه والتحول الرقمي زي ما حضراتكم الحقيقه، يعني انا مش عايز اقول تندهش، انا مش عايز يعني ايه ادي لحضراتكم الواقع بالكلام، لا هتشوف الواقع بالفعل، هتشوف الدنيا ماشيه هناك ازاي، هتشوف الدكتور احمد حماد اللي هو مدير الرعايه الاوليه فرع الاقصر، هتشوف الدكتور كرولوس حنا اللي هو مسؤول رضا المنتفعين، وطبعا كل الاساتذه وكل الدكاتره وكل المسؤولين كانوا معانا هناك على قدم وساق. والحقيقه يعني خدمه او اللي بيسموها الاداره الجديده اللي هي اداره رضا المنتفعين دي، والدكتور احمد دونكل ربنا يديله الصحه حقيقة كان معانا ما سبناش لحظه، كان بيفهمنا برضو الامور رايحه فين وجايه منين وانت. وخلي بالكم دول شباب، يعني دول اللي انا بكلم حضراتكم منهم دول ما بين 30 ل 40، اعتبروا شباب برضو 30 ل 40، كل اللي شايلين المنظومه دي على كتافهم من 30 ل 40 في الحته دي، وهتلاقوا سرب كبير جدا من الشباب موجودين في هذا الغرفه اللي انا كنا بنتكلم فيها. دي غرفه عاديه جدا موجوده قدام حضراتكم، موجوده في المستشفيات في الاقصر. زي ما قلت لحضراتكم كده، خدمه رضا المنتفعين دي مهمتها ان اي مشكله خاصه بالمنتفع الصحي او المريض اللي احنا بنسميه مريض هيبقى في المنظومه الجديده اسمه المنتفع، مش هيبقى اسمه المريض. المنتفع ده بيجي بيتكلف 10% من قيمة التحاليل والأشعات والعلاج. يعني ايه يا فندم؟ يعني هو راح الوحدة الصحية أو راح المستشفى، المستشفى صرفت له دواء، أنا بتكلم حضراتكم المستشفى صرفت له دواء مثلا ب 150 جنيه. في الوحدة الصحية في القرية اللي هي في الزنقطة مثلا. راح وهتشوفوا ده في التقرير. بيدفع الدواء مثلا ب 150 جنيه بيدفع 15 جنيه وبياخد الدواء بتاعه ويتوكل على الله. لو في دواء تاني بقى وهو لاخره وكده وهو مش عاجبه، خلي بالكم، والمريض عايز ياخد دواء بنفس الـ المحتوى وهو لاخره ونوع تاني هو بيشوف هما بقى الصيدليه اللي بيتعاملوا معاه ويكلموا الصيدليه جوه المحافظه. في شغل يعني عالي المستوى بيقدم للمنتفع في هذا الاطار. رحنا بقى مستشفى ايزيس، قابلنا الدكتور طاهر صلاح مدير المستشفى، شرح لنا ازاي المستشفى دي طبعا الزنقطه ودي الوحده الصحيه والى اخره. ورحنا وازاي المستشفى اتطورت في ظل هذا الامر تحت مظله برضه منظومه التامين الصحي الشامل. وشفنا بعدد الحقيقه كان في زمان بيبقى مثلا ايه 3 أو 4 أو 5 او بكتير او 10 من الحضانات. النهارده انت قدامك حاجه و30 حضانه، ما شاء الله لا قوه الا بالله، انت قدامك حاجه و30 حضانه. فانا بتكلم في المساله دي في اطار انه الموضوع لا داخل في فكره مهمه جدا. عندك 40 حضانه تقريبا 39 دي مستشفى ايزيس التخصصي، 40 حضانه. عملنا لقاءات مع الممرضين والممرضات وحاجه كده يعني في منتهى الجمال والرقي، هتشوفوا شغل عالي في المستوى في هذا الاطار. رحنا بقى مستشفى القرن. الكرنك هقف عندها لسببين. السبب الاول انه الجهد الكبير جدا من هذا الرجل. ده الدكتور احمد البرعي، ده المسؤول الاول عن منظومه التامين الصحي الشامل في محافظه الاقصر. وهو لحسن الطالع ان احنا برضو لما رحنا اسماعيلية السنة اللي فاتت قابلنا هذا الرجل وكان المسؤول الاول عن منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الاسماعيلية.
ونجح في محافظة الإسماعيلية. الدكتور أحمد السبكي مدير المنظومة كلها أو المسؤول الأول عن التأمين الصحي الشامل على مستوى مصر كلها، بيشوف له عين، وده راجل يعني الحقيقة يعني لازم أشكره وأقول له شكرا على المجموعة اللي معاك، شكرا على آلية العمل، شكرا على الود اللي موجود، شكرا يعني الحقيقة في لا يعني دكتور أحمد السبكي لك مني كل التقدير والاحترام ومن فريق العمل، واحنا بنلاحظ ان في جهد، فانت رئيس هيئه الرعايه الصحيه، واللي موجودين مع حضرتك كل واحد منهم في مكانه بيقضي الغرض المطلوب، ومن خلال المكانين اللي احنا رحناهم ولمسنا على ارض الواقع الخدمه المقدمه زي ما قلت لحضراتكم اسماعيليه، وكان بالصدفه كان الدكتور احمد البرعي، وهنا في الاقصر. نقف هنا نقف هنا نقف هنا نقف هنا ممكن نقف اللي فاتت دي، عايز بس اوري حضراتكم احنا احمد سيد زميلنا الجميل كان مخرج معانا هناك، وهو برضو مخرج معانا دلوقتي، فهو فاهم انا بتكلم في ايه. لما كنت قاعدين وبنشوف المنظر الجميل للغرف بتاعت مستشفى الكرنك اللي على المعابد وعلى النيل وعلى المنظر الجمالي الرائع، لدرجه ان في واحد من السياح الصينيين ابنه حصل له لا قدر الله شويه تعب، راح عمل العمليه بتاعته جوه المستشفى، ابنه، وده كلام مش هزار يعني، احنا المساله يعني احنا قعدنا معاه واتكلمنا معاه، وبعد ابنه قال له انا مش طالع من الغرب يعني من الجمال بتاع المكان، ابنه قال له لا انا المنظر ده يا فندم ده مش منظر عشان احنا موجودين، لا 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 ده المنظر العام للمستشفى من جوه، ده المنظر العام تاني، كل واحد في حتته، كل واحد في حتته، كل واحد بيقضي الغرض المطلوب. الدكتور احمد البرعي اللي يعني بشكره جزيلا انه كنت معاه، والحقيقه كل دول مواطنين احنا قابلناهم والله بالصدفه، والله العظيم احنا ولا حد قال له اقف، ولا والدكتور البرعي قال افعل ما شئت يعني روح الحته اللي انت عايزها، لدرجه ان احنا رحنا يوم السبت الظهر يعني وصلنا الظهر، الدكتور احمد دونكل والدكتور كرولوس حنا اللي هم مسؤول بتاعت رضا المنتفعين، يا سامي ده انت بقيت ده كده كده هتغطى على الطيب كده. ف روحنا مع رضا المنتفعين، كان كرولوس ليه فكره، قال انا عايز اروح ازور، انا حاسس ان انتوا عايزين تعملوا كده. فابراهيم الطيب قال له، كان معايا زميلنا ابراهيم الطيب، قال له طب وماله ما تيجي نروح كده، قال له لا هنروح فجاه. دخلنا مستشفى ال الكرنك ودخلنا المستشفى ايزيس ورحنا الزنقطه، الثلاث اماكن اللي احنا صورنا فيهم رحناهم قبليها بساعات خفيه يعني، ولا كأن حد عارف ان احنا جايين ولا حاجه ولا بتاع. ما وجدناه يوم السبت، يوم الاحد كان التصوير، رحنا صورنا الحد في هذا الاطار. فانا الدكتور عندي في مستشفى الكرنك قابلنا الدكتوره اماني احمد محمود، دي نائب مدير اداره الرعايه الثانويه والثالثيه فرع الهيئه الرعايه الصحيه في الاقصر. اعتقد دي الدكتوره إسراء أشرف، دي مسؤول رضا المنتفعين. على فكرة الدكتورة إسراء أشرف من سينا، طب هي جاية ليه هنا؟ سألتها طب انت ما عدتش في سينا ليه؟ ما هو في عندك في انت في شمال سينا، في جنوب العريش، في جنوب سينا بيطبق نظام التأمين الصحي الشامل. قالت أنا قلت أشوف الأقصر، لو لقيت الأقصر مكان متاح جت فعلا بتشتغل هنا. الدكتورة اللي على إيدي اليمين اللي على إيدي الشمال دي الدكتورة أماني أحمد محمود، نائب مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر. دي كمان الدكتورة ابتسام أحمد، دي مسؤول السياحة العلاجية بمستشفى الكرنك. الدكتوره ابتسام احمد دي الحقيقه الدكتوره اسراء اللي هي مسؤول رضا المنتفعين دي، طبعا الدكتوره ابتسام كانت بتكلمنا على ازاي احنا بنستفيد، دي على ايد الشمال تاني دي الدكتوره اماني احمد محمد. والحقيقه الدكتور احمد البرعي كان معانا، والحقيقه قال لي مجموعه، والراجل يعني بيقول لي انا مش عايزك تهتم الا بالواقع، ده الراجل الصيني الجميل وده المترجم
جبنا المترجم عشان ياخد من الرجل الصيني. فالرجل الصيني احنا كنا طبعا انا 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 بتكلم كل اللغات الا الصيني بهزر طبعا. فالحقيقه الراجل الصيني السائح الصيني قال كلام مهم جدا. ده زي ما قلت لحضراتكم ده موجوده الدكتوره ابتسام احمد، دي مسؤوله السياحه العلاجيه بمستشفى الكرنك. وهذا السائح الصيني بيتكلم على مجموعة، وعلى فكره في التقرير هتشوفوا كذا لقاء للسياح بيتكلموا في هذا الامر. دكتور احمد البرع بقى مدير فرع الهيئه العامه للرعايه الصحيه بالاقصر، زي ما قلت لحضراتكم احنا قابلناه قبل كده، قال ان لاول مره زراعه قوقعه الاذن ل 25 طفل بتكلفه 10 مليون جنيه في الاقصر. لاول مره في بيتكلم عن نجاح اول زراعه قوقعه في المحافظه باجمالي 25 حاله حتى الان، ولاول مره في صعيد مصر. يعني هنا بقى اللي بيبعت محافظه من المحافظات الثانيه ولا لا؟ لا، ده بيتكلم في هذا، وطبعا تحت مظله التامين الصحي الشامل في هذا الاطار. قال ان الرعايه الصحيه بالاقصر مهتمه جدا بتقديم التدريبات النظريه والعلميه حول علم الاداره للفئات القياديه لتقديم افضل خدمه لمنتفع التامين الصحي، خاصه مع تشغيل المنظومه الالكترونيه. طبعا حضراتكم على الشاشه كده هو الدكتور، ممكن تفردوا له تفردوا للدكتور احمد البرعي لو ممكن افردوا له ايوه ده الدكتور احمد البرعي زي ما بقول لحضراتكم كده. وقال ان في سنتين اتنين بس نجحت منظومة التأمين الصحي في الأقصر على جميع المحاور بفضل توجيهات القيادة السياسية ومساندة الدولة للمنظومة. عايز أقول لكم بقى إن احنا كنا بنتكلم الدكتور أحمد البرعي اللي بشكره تاني شكرا جزيلا، وبقول له يعني مدد لكل الإجراءات اللي بتتم في المحافظات في هذا الإطار، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يقدرنا ومحافظة من المحافظات هيطبق فيها هذا الأمر هنروح فيه إن شاء الله بإذن الله. احنا بنتكلم على 15 مليون خدمة الطبية لمنتفعي التأمين الصحي في التأمين الصحي الشامل في الأقصر. بنتكلم على 1.5 مليون شخص في الأقصر بيتلقوا هذه الخدمة. طبعا احنا رحنا قرية من قرى محافظة الأقصر هتشوفوا جمال، مش عارف عندكم رشز الحاجات دي يا شباب اللي هو الفلاحين الجمال أهل المكان اللي بقى بيمثلوا أهلي اللي يعني أنا كنت قاعد مع أبويا، كنت قاعد مع أخويا، الحقيقة قاعدة كده عارفين بقى الجو الفلاحين الجميل الحلو اللي فيه كل نوع من أنواع الصدق. الناس بتتكلم، أنا واثق تماما من الكلام اللي طالع من جواه من هو كله صدق، مفيش بقى لا تزويق ولا تجميل ولا حاجة. الناس دي بتتكلم خصوصا عارفين بقى أهل الصعيد وجدية أهل الصعيد، وأنه يعني موضوع الكذب ده عندهم نادر يعني. فالناس بتتكلم كلام من جوه قلوبهم في هذا الإطار. أنا كل اللي أنا طالبه من حضراتكم أنك تشوفوا التقرير وتستمتعوا به، لأنه في الأول والآخر التقرير بتاع حضراتكم مش بتاعي. أنا زميلتنا سمر مسعد مديرة الإعلام في الهيئة كانت معانا على قدم وساق، بشكرها شكر جزيل. وطبعا زميلي إبراهيم الطيب رئيس التحرير برضو كان معايا في هذا الإطار، ويعني تعب معانا جدا في هذا الأمر. وزميلنا العزيز أحمد سيد المخرج، وكان معانا الأستاذ محمود حافظ فني كاميرا، سامح إبراهيم مدير تصوير، ومحمود حسن مصور، ومعانا رامي ماهر مشرف صوت، وإبراهيم أبو اليزيد استيرا، ومحمد عبد النبي. صح كده يا فندم ولا أنا صح كده أبو حميد؟ صح كده يا رئيس. فلهم منا كل التقدير والاحترام. في النهاية أنا بشكر دكتور أحمد السبكي على ما يقوم به في منظومة التأمين الصحي الشامل. وخلينا أقول حاجة في موضوع الصحة تاني. أنا من أجمل الملفات اللي بتتم في البلد ملف الصحة، وده دليل أنه في اهتمام بالغ بالمواطن واهتمام بالغ بالخدمة اللي بتقدم للمواطن. وأقول تاني، وأنا قلت الكلام ده امبارح والمرة اللي فاتت، منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقها على مستوى 27 محافظة بنفس الجودة اللي احنا شفناها في محافظة الأقصر وفي محافظة الإسماعيلية تكفي الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده بدون مبالغة، لأن أنا بعمل عملية تغيير شامل لوجه الصحة في مصر.
اللي عارفين طبعا ان في مشاكل كتير وتحديات كتيره جدا في هذا الاطار. فكل الشكر والتقدير، شكرا سياده الرئيس على اهتمامك بهذا الملف، شكرا سياده الرئيس على ال 100 مليون صحه وال 100 يوم صحه والمبادرات اللي بتتعمل في هذا الاطار، خاصه ب كل حاجه خاصه بالمراه وخاصه ب غير القادرين وفيروس سي والاورام وكله في هذا الاطار. وشكر جزيل للقائمين على منظومه التامين الصحي الشامل. شوفوا الامل الامل الامل، لاننا مش هنحمل لحضراتكم اي ياس. انا بوري حضراتكم الامل في هذا البلد، والامل في هذا البلد في هذا التقرير اللي موجود في الاقصر، ورحنا لمسناه في ارض الواقع وحضراتكم هتشوفوه بعض لحظات. شوف حضراتكم بكل خير يوم الاربعاء القادم، لكم منا كل التقدير والاحترام. تصبحوا على خير. عايزك تقولي لي ايه رايك في اجواء مهرجان العالمين، وجاي النهارده تحضر لمين؟ لا الاجواء ما شاء الله حلوه يعني، وجاي احضر لرضا البحراوي والمسلم ومسار اجباري. والله الاجواء حلوه قوي، انا اسمه ده مبسوط يعني قوي، وجاي النهارده لرضا البحراوي. في الاول لا طبعا الاجواء تحفه ومتحمس جدا بصراحه، وبصراحه اول واحد عايز اسمع له رضا، يعني رضا اكتر واحد انا عايز اسمع له. رضا ومسار اجباري. جاي احضر لرضا البحراوي. بحب احضر لرضا البحراوي طبعا، ان هو بصراحه اداؤه حلو جدا في الحفلات وصوته حلو جدا، وهو دايما يحيي المكان اللي هو فيه، فاداؤه كويس جدا بصراحه. والله اجواء جميله جدا، الجو ممتع والمهرجان بصراحه حلو، انا جاي احضر لرضا البحراوي. يعني جايين ويك اند كده يومين، نستمتع بالجو ونستمتع بالاجواء الجميله اللي موجوده النهارده في العالمين. هي الاجواء كويسه جدا، انا جاي احضر رضا البحراوي ومسلم. جاي احضر رضا البحراوي. واحد اتنين تلاته. ناس مني ومن دمي، محدش فيهم شال همي. ناس مني ومن دمي، محدش فيهم شال همي. ما حدش كان خير عليا في خالي وفين عمي. رسالة اللي ما جاش، لا انت فايتك كتير قوي قوي قوي، يعني الدنيا جميلة جدا. اللي ما جاش المهرجان فاته كتير جدا ونفسي يجي. لا فايته كتير يعني، فايتك كتير بس ان شاء الله تيجي. لا انا بصراحه اللي ما جاش ده فاته كتير جدا بصراحه، فكره جميله جدا ومهرجان رائع وتنظيم اكتر من رائع بصراحه، واللي ما جاش خسر. برجع تاني واقول لك العالم عالمين. بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب بتتفسح، وبكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. مصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب بتتفسح، وبكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أهلا بيكم في محافظة الأقصر، دي أول محافظة في صعيد مصر يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. طبعا احنا لو حضراتكم متابعين معنا، منظومة التأمين الصحي الشامل دي واحدة من الحاجات اللي انا شايفناها الاستثناء في الشغل اللي بيتم في جمهورية مصر العربية. من يوليو 2021 للنهاردة يبقى فات سنتين. النتيجة دي نتيجة مش طبيعية في حاجات كتير قوي متابعينها، لكن نتيجة طبيعية في منظومة التأمين الصحي الشامل اللي بيرعاها مباشرة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ايه الموضوع بقى؟ الموضوع ان احنا جينا في محافظة الأقصر وقلنا نبدأ من الحاجة من تحت كده، من الجذور، يعني نشوف المريض او المواطن لما بيخش عنده مرض، عنده بتاع لا قدر الله، وهو فيه زي ما انتم شايفين كده، دي قريه اسمها قريه الزلقطه تبع مركز الاقصر محافظه الاقصر. قلنا نشوف المواطن يتلقى الخدمه ازاي، لما يتعب يعمل ايه، ربنا يبعد عن حضراتكم كل الامراض. لما المواطن
يحس بألم المنظومة بتتعامل معاه ازاي، الوضع هنا ماشي ازاي. لازم تشعروا ان ال 54 وحدة التابعة في هذا الإطار بتتعامل مع المسألة دي بكل احترام وتقدير للمواطن. عندنا وحدة أولية أو شغل أولي أو بدايات، البدايات بتبدأ من الوحدة. ده نموذج للوحدة اللي هي وحدة طب زي ما حضراتكم كده شايفين، وحدة طب أسرة الزنقة. الأجمل من كده إيه بقى؟ الأجمل من كده إن إحنا داخلين على مواطن هنسأله، أيها المواطن هل أنت تشعر بالخدمة ولا لا؟ أيها المواطن هل الأمور عندك ماشية بالطريقة المثلى ولا لا؟ أيها المواطن، طبعا ورايا تاني وحدة طب أسرة الزنقة. أيها المواطن هل تشعر أن هناك احترام لأدميتك ولا لا؟ أيها المواطن هل تشعر أن هناك تقدم في الخدمة الطبية لحضرتك ولا لا؟ دي اللي احنا عايزين نقوله واللي احنا عايزين نشوفه في هذا الإطار. هنروح مع حضراتكم كده لوحدة طب الزنقة، نخش نشوف من ضمن ال 54 وحدة دي وحدة ممثلة، نشوف المواطن وحاله ووضعه، نشوف الأطباء الموجودين، نشوف المنظومة نفسها ماشية ازاي. الملف الخاص بالأسرة، في طبيب اسمه طبيب الأسرة، يعني تخيلوا ان احنا وصلنا لمرحلة متقدمة جدا من هذا الأمر. انا اتمنى انه الأمر جوه يكون في مستوى رضا، حلوة رضا دي، في مستوى رضا المواطن نفسه، لأن عندنا جزئية كده اسمها رضا المنتفعين. تخيلوا ان المريض، وده قلناها قبل كده لما كنا في إسماعيلية وكنا بنقولها تقريبا في كل المداخلات اللي معانا، في يعني جزئية كده اسمها رضا المنتفعين. المريض لو مش راضي عن حاجة بيروح يقول حاجة دي مش عاجباني، ده أمر مهم جدا. تعالوا بقى نروح الزنقة والوحدة، هنقابل الأطباء هناك، هنشوف الدنيا ماشية ازاي. المواطن، أيها المواطن زي ما قلت لحضراتكم كده، راضي ولا مش راضي؟ هنقابل الدكاترة جوه ونشوف الدنيا ماشية ازاي. إلى الداخل. احنا دخلنا الزنقة، خليني بس الدكتور تامر عبدو رئيس الوحدة. الأول برحب بحضرتك جدا، الدنيا ماشية بصورة عادية طبيعية، وده أجمل حاجة. قابلنا مواطنين بره واحنا داخلين وسألناهم من غير تصوير عشان بس نشوف الدنيا ماشية ازاي، قلنا ندخل على حضرتك برضو، سألنا قبل التصوير برضو قلنا مع بعض الناس ونشوف الدنيا ماشية ازاي. أنا واحد مواطن من الأقصر، عندي حد تعبان عايز أتعالج تبع المنظومة، خلاص بقى المنظومة بقت بتغطي المحافظة كلها، أعمل إيه؟ اولا برحب بحضرتك في وحده وسط الزنقطه، دي احدى يعني وحدات الهيئه العامه للرعايه الصحيه، ودي بتقع شرق محافظه الاقصر. احنا هنا بنستقبل منتفع او بيجينا عن طريق يعني مرحلتين، يا اما عن طريق الكول سنتر بيحجز عن الخط الساخن وبياخد موعد. الكول سنتر ده مجاني؟ مجاني طبعا، حتى لو قعدت اي وقت؟ لا طبعا، مهما تقعد طبعا. يا إما هيجي يحجز عن طريق الحجز المباشر هنا في الوحدة. أول ما بيجي بيستقبله نقطة الفرز التمريض، بتكشف على العلامات الحيوية ودرجة الحرارة لا قدر الله. طبعاً لا قدر الله لو في ارتفاع في درجة الحرارة أو أي حاجة، بتتواصل مع الطبيب في الطوارئ والتمريض وبتبلغه من الحالة خطر أو الحالة تستدعي الطوارئ. لو حالته تمام بتوجهه إلى مكتب الحجز عشان يوجهه لطب أسرة أو طب الأسنان، العيادة اللي محتاجها أو الدكتور اللي محتاجها. دي الترتيب الاولي. تمام، يعني اول نواف العلاج. ايوه، اللي في مشكله بيتبع في الاول خالص او البدايات يعني. تمام. كان بيعمل ايه المريض؟ يعني
قبل ما يكون في منظومه تامين صحي شامل ولا لا؟ كان بيجي الوحده، كان همه كان نفس الوحده برضو يعني، كان الوحده طبعا دي الوحده دي تطورت بعد التطوير بقى. طبعا بعد التطوير اضاف عليها طبق ثالث طبعا، والتطوير اللي كان بيعمل ايه بقى في البدايات؟ كان بيجي يعني بيدخل كده على الوحده على طول، سواء الطبيب بيقابل الطبيب مباشره، بيكون همه ياخد علاج ويمشي، لما يعرفش انه طبيب الاسره ممكن يكشف عليه، ممكن يعمل له شويه تحاليل يعني يعمل له تشيك اب كامل ليه. هل اشوف ده يعني جزء منه عملي كده يعني مفيش انا مشكلة. ما بتصل عايز اسمه معين، تعالى وريني كده تمام الدنيا ماشيه ازاي. بيجي هنا طبعا طبعا بعد نقطه الفرز بعد نقطه الفرز بيسجل بعد كده بيتوجه لمكتب الحجز عشان ياكدوا له حجزه ويعملوا له بدء زياره. هل لو انا خدت مريض من المرضى اللي هنا تمام وعملت معاه الاجراء ده ينفع ولا هو ولا لازم يتعمل له بدء زياره الاول؟ لازم طبعا تمام. طبعا بياخد واخد رقم من الكيو سيستم هنا بيبقى فيه ساعه الدخول بتاعته بالظبط. ممكن يعني ممكن اتفضل يعني هنا كده هنا انا بيضغط عربي اوكي ماشي. وبعد كده بيدخل بيضغط على استقبال بيطلع له رقم تمام ايوه انا رقم 50 رقم 50 تمام. تمام بيتوجه لمكتب الحجز تمام. اول ما ينده عليه مكتب الحجز الرقم 50 تمام فبيقول له انت محتاج حد معاه رقم 49 رقم 49 هو اكيد ناس لغايه 49 دخلت ومشيت 49 49 ماشي تمام تمام تمام. طيب خليني بس اخدها. خليك زي ما انت ازاي حضرتك رقم 49 انا سنه قطعت لقيت رقم 50. طب حضرتك وانت داخله عملت ايه بالظبط يعني قولي لي كده. هل ده انا مش بمتحن الدكتور تامر لا بس عملت ايه وانت داخله؟ اوقف طيب وانت ده اتفضل. لا هو الاول بنيجي بنروح الاستعلامات عند الاستاذه هنا بتاخد اسمي ومعايا طبعا الكارنيه بتاع التامين الصحي تمام بتاخده وبتاخد الرقم وبعدين بتعمل لي بتشوف درجه حرارتي بدخل اخد رقم هنا وبعدين اجي هنا عند المكتب بتاعهم بيعملوا لي بيسجلوا لي علشان ادخل اكشف. تمام. حضرتك جيتي قبل كده الوحده؟ انا على طول هنا اصلا. لا لازم على طول. اصلي ليا زياره شهريه. طب قولي لي بالامانه كده يعني انا عارف ان حضرتك مش بتكذبي اكيد في مره جيتي حصل فيه خلل انت حسيت ان هم يعني لا هو انا مره جيت كان يوم 4 فعرفت ان اليوم ده بيبقى زحمه عشان التطعيمات فمن ساعتها مش باجي يوم 4 وخلاص يعني معنى كده ان كان في شغل. لا الاربع بيبقى تقريبا زحمه عندهم عشان التطعيمات. كويس يعني معنى قصدي ان لما اكون عايزه اسنان او عياده الاسره باجي في ايام غير كده. احتجتي الوحده اكتر من مره او احتجت الوحده قبل كده وكان في يعني نوع من التقصير؟ لا هو احنا بنيجي على طول لغايه الساعه 8 بالليل لغايه الساعه 8 يعني بالافضل بيبقى بعد الظهر عشان الجو بيبقى اهدى شويه. ست الوالده؟ لا ازاي حضرتك؟ الله يخليك يعني جايه معاكي؟ ونس؟ لا احنا زمايل. جيتي كشفت؟ وقطعتي برضو نفس قطعت التذكره رقم 33. حضرتك جيتي قبل كده هنا؟ لا قبل كده ما جيتش بس خدمات الوحده هنا انا اصلا من البلد هنا فخدمات البلد. الوحده يعني بصراحه جميله. طب ممكن اسال حضرتك سؤال مباشر كده؟ حضرتك تعبتي قبل كده وجيتي في الوحده اللي قبل كده يعني كان في وحده؟ لا هي اصلا اساسا ما كانش في وحده قبل التعديلات. ما كانش قبل التعديلات ما كانش في وحده هنا. الوحده دي بتحصل ما كانش في وحده اساسا ما كانش في زمان من ما كانش فتره في زمان. بس وحده الزنادقه اتعملت من فتره يعني انت بقالك كام سنه بتحس ان في تطور؟ لا تطور جامد طبعا كتير فرقت جامد معانا هنا في من بعد المنظومه هنا المكان يعني الزنادقه كانت اصلا ناقصها حاجات كتير فاول حاجه الوحده الصحيه يعتبر ايه يحيت المكان شويه يعني الناس بتقول كلام الدكتور تامر بيشرح لي دلوقتي فانا افتكرت ان هو يعني بيعلل التون شويه. هو الدكتور تامر معانا احنا متواصلين باستمرار يعني لان دايما لازم تبقى في تواصل كمؤسسات يعني فالوحده الصحيه بنبعت طلبه هنا دايما احنا معانا مدارس فبنبعت طلبه في تواصل لان بنبقى عايزين نشوف الحاله ايه وكده يعني هي. فده اللي هي المشاركه المجتمعيه بيننا وبينهم اصلا يعني من غير الكشف عايزين منه حاجه الراجل اهوت لو في اي ربنا يبارك فيهم يشدوا حيلهم والقيادات الشابه ليها دور خالص اصلا في المجتمع الفتره الجايه دي. شكرا شكرين ست ربنا الله يبارك لك الله يبارك. احنا طبعا اكيد فرحنا بالتامين الصحي الشامل بس احنا نتمنى كقريه يعني في مشكله في كل بيت اللي هي ايه التدخين. التدخين لانه تكلفه اقتصاديه وصحيه. التدخين فليه ما يبقاش الوحده لها دور في العلاج مش في التوعيه بس في العلاج
يعني ساعدوا اي مدخن انه يقلع عن التدخين، وفروا له لزقات اي حاجه هم يعني قدروا. ده ايه اللي ده ايه الطلب الشيك ده؟ بالفعل نسال المسؤولين ما يبقاش طالب. لا ما هو ما احنا خلاص لا مع احترام يعني وزاره الصحه كلها مهتمه بالقضيه. الله ينور عليك. اكيد بالفعل اول ما بيدخل المريض عندنا هنا في عياده طب الاسره من ضمن الحاجات التثقيفيه اللي بيستقبلها عن التدخين واضرار التدخين، واذا كان هو بيعامل معامله ثانيه مختلفه خالص اذا كان مدخن في يعني بيبقى ليه اعراض جانبيه للتدخين فبنشرحها له وبنحاول ان احنا نقول له ابعد عن التدخين شويه قلله. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. في اي حاجه ثاني؟ شكرا الف شكرا. لا بجد الخدمه يعني لا خدمه حلوه. لا خدمه كويسه. لا بالامان. لا تمام الحمد لله. قبل كده حضرتك ما كنت انا اسف يعني كان بيحصل تعب عند حضراتكم قبل كده او في العيله بصراحه أو كنا بنروح بس وحدات ابعد فدلوقتي بقت اجرم. والخدمه نوعيه الخدمه نفسها لا كويس تمام كويس. تمام لا كويس في اي مشكله. لا هو اللي انا قلته لك. ربنا يخليك. اشكرك كمان. اتفضل يا دكتور بقى قول لي يعني احنا خلاص تاكدنا من الاجراء تمام. المريض بيجي هنا عند موظف عند موظف السي ام او بيدي له الرقم فبيقول له هو يعني انا عايز سواء اكشف طب اسره او اكشف اسنان تمام. فبيدخل بيشوف رقمه او بيسجله اذا كان هيحجز عن طريق الحجز المباشر عندنا. طب اسره يعني تخصصات طب اسره ده اللي هو الممارس العام. الاسنان دي عشان تخصص شويه تمام يعني ممكن يكون مريض منتفع جاي ياخد الناس عندنا عظام هنا مثلا ولا لا عظام بنعمله احاله لاقرب مركز هنا مركز المنشا تمام. هو بيجي هنا احيانا بينقسم المرضى الى المرضى المزمن اللي هم بياخدوا ادويه الضغط والسكر ده بيتاخد بيصرف المدى شهرين فممكن بعد الشهرين بيجي خلص علاجه فبيجي بيحجز موعد عشان يتصرف له علاج تاني وبيتعمل تشيك اب عليه بشكل عام هل العلاج كويس معاه ضغطه كويس سكره كويس بس. فالموظف الاستقبال بيوجهه لعياده طب اسره اذا كان مريض مزمن او هو طالب كشف عادي بشكل عام تمام. بيقول له موعدك الساعه كام نشوفه ممكن على الشاشه كده طبعا نشوف اتفضل. طيب دي هنا دكتور احنا بنتكلم دلوقتي على هو داخل على هنا تمام بيشوف بيجي بيدي الكارت بتاعه اللي فيه الرقم الطبي بتاعه للموظف الاستقبال تمام. موظف الاستقبال بيحجز له ولو كان فيه ورقيات معينه تستدعي ان احنا نطلعها من ملف ملف الاسره تمام. بيوجه مسؤول الملفات انه يجيب الملف بتاعه. ممتاز. طب اتعرف بحضرتك موسى عبد السلام مسؤول سي ام او. اهلا بيك. بيجي لحضرتك هنا انت بطلت اخر واحد كان عندك الساعه كام اخر مريض؟ هويدا رمضان لبيب. رمضان لبيب يعني هويدا رمضان لبيب كانت الساعه 12 يعني انا لو قلت لحضرتك بقى نجيب ملفها من جوه ده يبقى فيها التاريخ المرضي بتاعها وهو الاخر ولا هو الملف اوريدي موجود عند حضرتك موجود هنا على ملف الكتروني مسجل وليه ورقي جوه مسجل بالورق جوه التاريخ يعني مثلا التاريخ المرضي مسجل كسيستم وكورقي لو دخلنا ده الملفات ده مسؤول الملفات مسؤول الملفات استاذ محمد اسمه هويدا باسم الملف 2088 باسم هويدا اسمه هويدا تمام شوف حضرتك كده اسمه ايه يا فندم هويدا باسم هويدا رمضان لبيب نفس الملف 2088 رقم 2088 تمام ده بيبقى بقى في التاريخ المرضي طب وانا ليه محتفظ بالورق طالما ان انا عندي طبعا لازم يبقى في نسخه ورقي من الملف عندي موجود بالاضافه الى السيستم ده في حاجه اسمها اول ورقه بتبقى ورقه التكوين الاسري او نموذج بيانات الاسره تمام. هويدا معاها مين من اولادها معاها وليد ومعاها امنيه تمام وبعد كده لكل فرد ليهم ملف ده بيبقى عند حضرتك بقى في غرفة الملفات انت حضرتك بقى عارف من كتر ما بيجوا عارف ملف ده فين ملف طبعا طبعا لا تحفظوا بالحروف الابجديه ارقام لا ارقام 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 حضرتك كل اسره ليها رقم ملف كل اسره رقم ده ممكن صوره كده بس تجيبوا لي شكل الملفات كده ده الشكل العام للملفات ده الشكل العام للملفات ده معناها يلا تمام كده بنغطي يعني مربوط علينا ما يقارب ال 10,000 منتفع في القريه طبعا في القريه بما يعني بما يعادل 2360 ملف عائلي تمام عدد الملفات دي 2360 ملف تمام. طيب انا اتفضل ده احنا كده برحب بحضرتك يا فندم اتشرف بحضرتك جمال فتحي محمد جمال استاذ جمال نفس برضو الاطار بتاع نفس الاستاذ موسى نفس الاطار دي الاستاذه بتاعت زي حضرتك بداية الفلوس التحصيل طيب حضرتك احنا كنا مع حضرتك بره صح كده تمام. طب حضرتك ايه كشفت وجيتي المفروض ادفع هنا مبلغ علشان برضو ليها بتاخدي منها 10% ايوه هو 150 جنيه طب هو المفروض الفلوس كام 150 جنيه
تدفع 15 جنيه بتدفع هي 15 جنيه ايوه ال 10% ال 10% ايوه وانتوا بتتكفلوا بالباقي أيوة. الباقي الدوله بتتكفل بالباقي طبعا الدوله بتتكفل يا ما شاء الله حضرتك خد ال 15 جنيه ولا اخدهم انا لا على سلامتك يا باشا اتفضل يا مدام كده الوصل اهوت 15 جنيه اهو شكرا يا هانا ربنا يبارك فيك يا ست الكل ازيك يا دكتور احمد ازيك يا فندم حضرتك ايه عامل ايه يا فندم تمام الحمد لله يا فندم طيب احنا يعني احنا عندنا 54 وحده الاول احنا عندنا في المنشات كلها تمام. 54 منشاه تمام. 11 مركز و43 وحده تمام واحنا بقى المسؤول في محافظه الاقصر عن هذه الوحده مظبوط يا فندم احنا مسؤولين انا مدير للرعايه الاوليه لمحافظه الاقصر مسؤول عن الرعايه الاوليه في المحافظه تمام لو ناخد بس فكره بسيطه كده وعملية قدام المشاهد طيب احنا دي اللي احنا قلنا كنت بتكلم مع الدكتور تامر ان احنا قلنا ان دي النواة الاولى للكشف عن المرض تمام دي الرعاية الاولية مظبوط احنا دلوقتي الجزء اللي قبل احنا خلاص الدكتور تامر شرح لينا من اول مكان موجود عند نقطة الفرز وبعد كده دخل السي ام او وقلنا خلاص جزئين كان سواء كان هو متصل على الكول سنتر او في بعض من اهلنا في محافظة الاقصر بيبقى مش محتاج ان هو يتصل على الكول سنتر زي فئة كبار السن خلاص جه على الشباك مباشرة وقال انا عايز احجز عند طبيب الاسرة بتاعي انا بعد ما خلص الجزئية دي وبدأنا نحجز له خلاص بيبدا ينتظر لغاية ما يدخل عند طبيب الأسرة تمام. في نقطة صغيرة بس كده أستاذ جابر عايز أقول لحضرتك عليها اللي هي الخاصة يعني إيه 43 مركز يعني إيه 11 يعني إيه 43 وحدة و11 مركز الفرق 43 وحدة و11 مركز مظبوط 43 وحدة صحية و11 مركز صحي ده الصح 43 وحدة و11 دول 54 دول توتال 54 على بعض تمام عايزين نبقى عارف برضو المشاهد لازم يبقى فاهم جزء الفرق بين الوحدة والمركز الفرق بين الوحدة والمركز إن المركز يزيد عن الوحدة ان وجود بعض التخصصات اللي بتبقى موجودة في المراكز زي البطنة زي النساء الوحدة في القرية الوحدة بتبقى المركز موجود في المدينة لا برضو بيبقى كل وحدة كل وحدة احنا عندنا حاجة اسمها الربط الخدمي الربط الخدمي ده بيبقى عبارة عن ان كل مجموعة من الوحدات بتبقى مربوطة على مركز طبي معين ليه بقى علشان انا كمنتفع او كمريض للسكر او الضغط او كعايز مثلا خدمة اخصائي نساء اخصائي اطفال انا مش لازم انتقل للمستشفى انا طبيب الاسره بيبدا يحولني ان يبدا يروح للمركز يبقى المركز بيبقى فيه تخصصات اكتر من الوحده نقول تاني ببساطه ان دي رعايه اوليه او عنايه اوليه او كشف اولي لو فينا اسنان وطب اسره مظبوط لو الحاجه هنا محتاجه ان يتنقل لمستشفى او اخصائي لا مركز بقى الاول مركز الخطوه اللي بعدها مركز. المركز بقى ده بيبدا يروح بقى يروح للتخصصات المعينه اللي احنا قلنا عليها طب تعالى بقى بعد ما خلاص انتظر عندنا احنا دايما بنعيش دلوقتي جو ازاي المنتفع بقى بيبقى رحلته جوه الوحده الصحيه وجوه الرعايه الاوليه وازاي بعد كده بيروح المركز وازاي بعد كده بيروح المستشفى خلاص بدا يبقى هو اتنادى عليه بقى على الكول سنتر خلاص بدا يبقى الرقم بتاعه ظهر هنا رقم العياده هنا بيظهر رقم العياده من السي ام او بيبقى ظاهر هنا بيبدا يتوجه بقى ندخل جوه ونشوف بقى ايه اللي بيتم جوه خطوه خطوه تمام اتفضل السلام عليكم السلام عليكم صباح الخير ده كده دكتوره مظبوط يا فندم كده الدكتوره والتمريض. والتمريض انا بقى جيت كمنتفع لازم يجي المنتفع الاول يخش على حاجه عند نقطه التمريض هنا النقطه التمريضيه هنا طبعا هي هتبقى شارحه لينا بالدنيا بتبقى ماشيه ازاي بس انا هقول لحضرتك بشكل ازاي المنتفع بيبقى داخل المنتفع دخل خلاص وقف عند الممرضه الممرضه بدات تعرفه التعريف بتاع المريض ازاي بنعرفه خلاص اسمه رباعي والاي دي الرقم الطبي الموحد اللي حضرتك شفته في السي ام او طبعا خلاص بتبدا تاخد العلامات الحيويه عنده والنقط التمريضيه خلاص بقى بعد ما خلصت كده وقاست الضغط وشافت ده الكلام اللي هي عملته الممرضه هنا كله اوريدي طبيعي طبعا احنا بنتكلم على سيستم وازاي احنا بنميكن المنظومه ككلها بتبدا تروح للدكتوره طيب احنا بنستفاد ايه من جزء الميكنه ده وايه الميكنه دي بتعملها دي حاجه نقطه مهمه جدا ان انا بعرف التاريخ المرضي للمنتفع بتاع الهيئه العامه للرعايه الصحيه اي منتفع في محافظه الاقصر
بيجي اول مره بيعمل الفحص الشامل عندي انا بعرف كل الامراض اللي عنده، ببقى كمان راصد لامراض الضغط وامراض السكر والامراض المزمنه الكرونيك ديسيز كلها كده. احنا دخلنا المريض دخل تاني او المنتفع، خليه حلو منتفع منتفع دخل جه لحضرتك. التاريخ بتاع المنتفع بيبقى موجود عند حضرتك على الشاشه والساعة موجود. اللي دخل ابتدى بيها حتى لو اسنان، حتى لو عظام، حتى لو مخ واعصاب، حتى يعني هو دخل طب اسره، لو في اي مرض من الامراض التانية موجود عند حضرتك، موجود عنده مسجله، وحضرتك بتحوليه على طول للطبيب. خلص فيتال على طول، هو بيتحول، هي بتشوف العلامات قصادها. هي حضرتك ما بتكتبيش اي ملاحظات، انت بتاخدي بس تفتحي على الميكان هنا تروح تحوليه على طول. على طول اسجل بس اي ملاحظات، لا اسجل اللي انا شفته واللي انا قريته وان انا تمام وتحوليه على طول على الدكتور على طول. جال حضرتك كام حاله النهارده؟ لحد يعني احنا لسه ما جيناش نص اليوم اهو، 7 حالات دلوقتي. كويسين ده الحمد لله. طيب ده بيبقى الموحدات بيبقى فيها عيادتين طب اسره، عياده هنا وعياده في الدور اللي فوق الدور الارضي طبعا عشان كبار السن. طيب احنا كمان بنستفاد ايه؟ زي أوكي. حضرتك الحمد لله، زي حضرتك نورت الأسرة. الله يخليك يا فندم، اهلا وسهلا. طيب إيه الدكتوره اسراء عبد الكريم، اهلا وسهلا. بيجي المنتفع بقى صح؟ المنتفع المنتفع اول ما بيخلص، اول ما التمريض بتخلص طبعا كل الفايتال ساينز بتاعتها اللي هي العلامات الحيويه زي الضغط، التنفس، الحراره، وهكذا بتبتدي تسجلها على السيستم. انا من غير ما اسالها، هي كل حاجه مفرمه عندي على السيستم. انا بفتح الفورمه واقراها بمنتهى الهدوء، حتى لو في حاجه خطيره انا مش بحسس المريض. يا سلام. طبعا ما قدام حلو ده. ولا يظهر على ولا على علامات دهشه ولا اي حاجه لحد ما انا اخلص الفحص السريري بتاعي واقرر هل النتيجه حرجه ولا لا، وابتدي ابلغه بشكل سليم. دي فايده السيستم. حلو حكايه انه ما يبانش عليا اي علامات لا رضا ولا غضب. يمكن يعني ان الحاله عندها ايه عشان ما يبانش انه كلمه مجرد مش مخضوضه، يعني مش في خضه. لا الدكتوره نفسها ما تبقاش مخضوضه، يعني الدكتوره بتتعامل مع المساله تعامل سر بينها وبين نفسها لحد ما دي حته نفسيه مهمه قوي. ده دور طبيب الاسره بقى، ده دور طبيب الاسره. طب لحد ما اخلص الفحص السريري والكشف تماما يعني واقرر هل النتيجه بتاعته فعلا حرجه تستحق ولا لا. افهم انه لما التمريض الاستاذه بتبعت لحضرتك الملف، حضرتك ما بتعتمديش اعتماد كلي على طبعا، بتعيدي تاني السؤال تاكيدا، يعني مش شكا في المعلومه. لا لا طبعا، تأكيدا طبعا الاسم الرباعي تاكيدا تمام، لان ممكن برضو الاسماء الرباعيه تختلط كده. صحيح. بعد كده فببتدي انا من غير ما اساله على اي حاجه، ببتدي بفتح البروفايل ريكورد بتاعه او الكلينيكال بروفايل بتاعه. الكلينيكال بروفايل ده اللي هو فيه كل معلوماته تمام. من ساعه ما بدا التامين او من ساعه ملفه، كله ديجيتالايزد. او بنتكلم على التامين الصحي الشامل. التامين الصحي الشامل بدات المنظومه من بدايه المنظومه، يعني انا ما عنديش تاريخ للمرض بتاعه من قبل. تعتبر الهيئه العامه للرعايه الصحيه من اول الاماكن اللي بدانا نعمل ملف طبي للمنتفع بتاعنا والميديكال ريكورد. انا اقصد انا ما عنديش ليه ملف طبي، ما عنديش المرض من قدمه. لا من اول ما جه هنا بس. من اول زياره حصلت هنا، اول زياره حصلت هنا مثلا مثلا مريض دخل لي قال لي انا اول مره اجي بس انا مريض ضغط بقالي 15 سنه. أيوة مثلا أيوة انا بسجله على السيستم مريض ضغط بقاله 15 سنه. الله ينور عليك. وماشي على دواء ايه طول ال 15 سنه. انا عندي سكر بقالي كذا، فانت حضرتك بتاخد المعلومه وانا عندي بالظبط، لكن المعلومه الطبيه حضرتك بتسجلها من وقت ما هو جه هنا بالظبط. حضرتك بتشتغل بقالك كام سنه بقى هنا؟ سنه لسنه، لسه متخرجه بقالك سنه. دكتوره من الشرقيه تقريبا، يعني كمان جايه من الشرقيه محافظه الاقصر، من اكتر الدكاتره بامانه يعني شاطره، وحابه انها تبقى يعني حابه انها تبقى موجوده. خريج جامعه الزقازيق برضه. والله بجد وانا كمان شفت بقى مكمله في الاقصر كمان مكمله في الاقصر. طب مش مشقه ان من الزقازيق لهنا؟ التامين الشامل النظام يستحق المشقه. يا نهار ابيض. طب سلام عليكم بقى. لا سلام عليكم بقى. لا ما تقوليش كده. لا خلاص خلاص. لا خلاص. لا 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 خلاص كده. هي قفلت. انا عايز هي قفل. ربنا يديك الصحه يا فندم، ربنا يديك الصحه. يعني لسه كنت بتناقش مع الدكتوره احنا ازاي بيبدا، والدكاتره بيبقوا واخدين حزمه من التدريبات موجوده في الهيئه، بس الاجمل من ده كله انه هي قالت في وسط الكلام ان انا الحاله نفسها اللي بتبقى موجوده محتاجه مركز اوريدي ببدا احولها للمركز. دي النقطه الثانيه اللي كنا انا مش هقدر اتكلم تاني بعد خلاص بعد الكلمه اللي قالتها. هي قفلت كده خلاص. لو قالت كده عشان كده احلى كلام هي قالته. انا اروح فين بعد التامين الصحي الشامل؟ طيب طيب
حضرتك هي في هيتحول للمركز. للمركز بقى، المركز بقى هي شافت ان الدمريض ده المريض ده ضغط او سكر خلاص او عنده امراض مزمنه، انا تكرر. عندي بقى تخصصات معينه تكرر. انا هبدا اوديه بقى لمين؟ للاخصائي بتاع الموجود في المركز. طيب انا هوصي الدكتور البرعي انه يحصل تفكير بعد كده انه اول ما يفتح في الزقازيق ياخد حضرتك. طيب بس احنا مش هنسيبها. ايه هي مش هتسيبها. لا لا تروح الزقازيق. لا لا خلاص بقى. شكر يا فندم. شكر يا فندم. شكر لحضرتك. شكرا يا فندم. طيب انا طلعت من الغرفه بتاعت طب الاسره صح كده؟ تمام. واحنا طالعين قلنا برضو في حاجه كده لازم نقول لحضراتكم عليها. احنا في قريه. تمام كده. اتفضل يا دكتور. ده مكتب يعني خاص بكبار السن وذوي الهمم. تمام. الدكتوره دولاجي مسؤوله عن رضا المتابعين هنا في الوحده. مكتب خدمه كبار السن وذوي الهمم. تمام. على فكره بس معلومه، يعني انا قبل ما بصور او قبل ما باجي انا بسال الاساتذه اللي قاعدين او المرضى اللي قاعدين، في مرضى مش عايزين يصوروا فبسال هل الكلام ده موجود على طول ولا ده استثناء عشان احنا جايين النهارده وحاجات كده. لا وكمان قالك لا ده موجود على طول ونفس الاهتمام ونفس. لا واضيف لحضرتك طبعا ضيف حضرتك جابر الدكتور دولاجي انا بسميها دينامو الوحده، هي بتبقى شغلها الشاغل رضا المنتفع وانه يطلع مبسوط يعني وراضي تماما عند الخدمه. برحب بحضرتك يا فندم. ازي حضرتك دكتوره دولاجي ميخائيل صح كده؟ هو تخصص حضرتك ايه اصلا؟ انا علاج طبيعي. علاج طبيعي. طب خدمه رضا المنتفعين صح كده؟ مزبوط. لو حد من دول عنده مشكله بيجي لحضرتك؟ بيجي يتوجه لنا على طول. على طول. تمام. طيب لو ما لقاش خدمه رضا المنتفعين بيعمل ايه؟ احنا عندنا اليات كتير للتواصل بيتوجه سواء رضا المنتفعين او المدير، عندنا رقم الكول سنتر بيتوجه ممكن يشتكي على الكول سنتر موجود معانا، عندنا ممكن يبلغ على رئاسه الهيئه احنا موجود معانا. طب ايه اكتر شكوى من المنتفع؟ حضرتك بقى لك قد ايه في المنتفع؟ سنتين. اكتر شكوى في السنتين كانت ايه؟ يعني يمكن يعني رد كول سنتر شويه، وفي ناس لسه مش مدركه لثقافه التامين الصحي كله فبيبقى محتاجين استفسارات كتيره معلومات كتيره اليوم عشان يعني. طب ممكن اضيف حاجه، في ناس ساعات ما بتبقاش مصدقه. في كتير بيبقى مش مصدق. ممكن العاديين معقوله في هو تطور في كبير حصل لسه في ناس. ده مش تطور ده ناس كتير طبعا. ففي ناس مش شايفينه ده ناس. هو تغيير شامل يعتبر يعني فكره التأمين يعني الصحه كلها اتغيرت. التامين وفر لهم حاجات كتير جدا. يمكن اللي مش عارف لما بيجي على ارض الواقع بيتفاجئ بس بيبقى مبسوط وطالع راضي يعني عندنا. يعني دورك او دور حضرتك لا يقل اهميه عن طبيب الاسره ولا يقل صح كده ولا احنا حلقه التواصل ليهم، احنا بنبدا معاهم رحلتهم من اول ما بيدخلوا الوحده لحد ما يخرجوا واحنا معاهم. احنا غيرنا فكره صندوق الشكاوي. أيوة. غيرنا افكار كتير عندهم بدل ما كان بيرمي ورقه ومش عارف الرد. لا طبعا دي اهالينا كفايه اي دعوه بتجيلنا كفايه رضا الناس وهم وطالعين دي حاجه كبيره جدا. هو القفلات مالها كده مدمراني ليه؟ دكتوره دولاجي دكتوره يعني. جوه بتقول لي انا سايبه الشرقيه وجايه الصعيد ليه؟ تقول لك انا كفايه دي تضحيه كبيره كفايه ان انا جاي عند التطوير الصحي الشاب. دكتورة لله. تقول لي كفايه دعوه الناس هو في ايه؟ ها؟ الحمد لله. في ايه ما شاء الله يعني. طب يعني خلينا كده مع واحد زي حضرتك الاول. الله يخليك. اسم حضرتك ايه؟ محمود احمد عيسى مدني. ازيك يا عم محمود؟ الله يخليك. الدكتوره بتقول لي انها خدمه كبار السن والمنتفعين وذوي الهمم. انت مش كبار السن ولا حاجه، انت شاب. لا الحمد لله. لو عندك شكوى تيجي تشتكي فعلا؟ لو عندي يعني شكوى من لو عندك مشكله بتيجي تشتكي؟ ماشي عادي، الناس كلهم كويسين وتمام التمام. طيب. يعني حضرتك بقى لك قد ايه بتيجي بتروح عيادات؟ يعني بقى لك 10 سنين 15 سنه تعبت مره جيت عيادات؟ لا ما هو من ساعه ما وحدتنا دي فتحت وهو العلاج كله عندي هنا. انت قلت ايه بقى؟ لا من ساعه ما فتحت يعني اخذت نظام التامين الصحي. لا 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 قولي اللفظ قولي اللفظ ساعه وايه؟ الوحده بتاعتنا. لا فتح. مش وحدت قلت وحدتنا. وحدتنا عارف دي يعني ايه؟ يعني بيتك. ايوه صح ما عارف زي وحدتنا دلوقتي. وحدتنا ما فتح. طيب العلاج هنا بالامانه وحياه اعز حاجه عندك، العلاج هنا كويس ولا مش كويس؟ لا كويس، ونظام التامين كله 100 100
صراحة يعني نحن في خلل في لا 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 ما فيش أي خلل ما فيش أي حاجة ما فيش مشاكل تتكلف فلوس كتير لا 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 كله نظام تمام يعني ما فيش ولا غلا ولا حال الحمد لله. سؤال أخير قبل التأمين الصحي الشامل ده أنت كنت تعمل إيه يعني كنت تتعب كنت بتروح فين ولا بتجي منين كنا بنروح الوحدة العمومي لوكسور فكان في مشاكل برضو مش زي كده مستسهلة يعني كانت تروح ويعرضوك هنا وهنا الدكاترة وحالفة فيبقى في مشقة كده دي قربت لنا المشوار وسهلة تقول للراجل ده بقى اللي هو مدير الوحدة ده اقول له ربنا يديك الصحة ويكافئك كل خير الله يبارك لك احنا تحت خدمتك في اي وقت يعني اولا انا بشكر حضرتك على يعني منظومة حلوة و وماشيه بسيستم كويس الشغل الالكتروني اللي موجود ده الناس مش متعود عليه فبشكر حضرتك عليه جدا حضرتك نورتنا وشرفتنا ربنا حضرتك خير. يعني انت في وحده في قلب الصعيد في الريف تمام. بالمستوى ده فاحنا بنتكلم على تغيير منظومه صحيه كامل تمام فبفضل الله نتمنى لها الاستمرار ودايما التقدم ان شاء الله ان شاء الله شرفتنا شكر جدا شرفتنا وسجابك شكر جدا شكر جدا طيب دي ازيك يا حاج اتفضل انت عايز تقول له هو من القرية من هنا؟ من هنا من القرية تمام بيتعلم من ايه؟ هو درس وواجب وعادي انا الشيء طيب انا عايز اساله هو تمام تمام هو بقى له كام سنة موضوع الدرس ده؟ لا هو يعني تقريبا ليه شهر كده اساله قول له لما كنت بتتعالج قبل كده لما كان في أزمة صحية قبل كده كنت بروح فين؟ لما كنت بتتعالج قبل كده كنت بتروح فين؟ هنا لا قبل دي قبل دي كنت تحت المعامله يا بنت دي بقى لها سنتين مش هنا قبل كده قبل كده فين يعني كنا بنروح العام طبعا قبل الوحدات دي كنا بنروح العام كنت بتتعب تتعب تتعب لما تروح اتعب يعني طيب في الروحه يعني ايوه طبعا واحد هنا مسافته قريبه غال حيلت هياخد معادله تكلفه من كل حاجه انما يعني هنا معامله مرتاحه بصراحه واحترامه ونظافه وكل حاجه والفلوس لا فلوس لا بتبقى التامين ده تبقى واحد ما تكتب بيده دورتين لا لا في فلوس هطلع انا انت عايز حاجه؟ نعم يعني انت عايز حاجه لا تمام على كلامكم عاد تستمروا في التطوير ذات يعني عاد تبقى في متابعه برضه منكم ومن الناس لو في شكوى تبعت تبقى هنضبط مع بعضنا كده لا ربنا معك معلش يعني عشان كان نفسي يكون يعني بتستقبل عشان نتحاور اكثر يعني لا كلام ده مليون حمد بالتوفيق ان شاء الله سلام يا حبيبي سلام سلام اسمك ايه الاول انا اسمي الحاج ابراهيم عبد الرازق احمد الحاج ابراهيم عبد الرازق الحاج دي مكتوبه في البطاقه مكتوبه في البطاقه البطاقه المكتوب الحاج مكتوب في البطاقه يلا يا حبيبي احنا كده خلصنا الجزء الاول من تلقي رعايه للمريض اللي هي قريه الزنقطه كنا فيها ورحنا الوحده الصحيه بتاعه الزنقطه ورينا لحضراتكم بقى الحاجات اللي انتوا كنتوا بتشوفوها في مسلسل بلطو اللي اتذاع لا الامر هنا مختلف تماما شفنا الدنيا ماشيه ازاي والرعايه الصحيه عامله دور في هذا الاطار المرحله الثانيه بقى اللي هي المرحله الثانويه اللي هي المرحله اللي فيها رعاية أكتر اللي فيها تخصصات أكتر اللي فيها عيادات أكتر فهتشوفوا المسألة دي بس عايز أقول لحضراتكم دي ده اللوجو بتاع هيئة الرعاية الصحية ده نقطة الدم وده الحياة فوق هم عايزين يقولوا من هذا اللوجو إن إحنا معاكم يعني بنبني حياة جديدة بنبني تصور جديد وفي هذا الأمر هنلاقي واحدة من المستشفيات اللي بتقدم الخدمة على مستوى الزنقطة كده بس الوضع هنا أكثر شمول مستشفى يزيز التخصص
هتلاقوا فرق كبير جدا، وانا متاكد من ده. الفرق اللي كنا فيه، اللي بتكلم على مواطن الاقصر اللي كنا فيه قبل ان تتولى الهيئه العامه للرعايه الصحيه مسؤوليه الاطباء او مسؤوليه المرضى او مسؤوليه تقديم الخدمه الطبيه في هذا الاطار. خليني اخذ هذا الملف الخاص بمستشفى ازيز التخصصي والدكتور الطاهر صلاح مدير المستشفى. اولا برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. دققوا كده في الدكتور الطاهر هتلاقيه مثلا 35 36، صح كده؟ اه طبعا. كم سنه فرق؟ 37 سنه. 37 فرق سنه، فرق سنه في الاطار. اولا برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. وحضرتك بس هتاخدنا كده في جوله جوه المستشفى. تمام. نشوف الدنيا ماشيه ازاي، رعايه المريض، رعايه المواطن اساسا في محافظه الاقصر. وانا عارف انه ما قبل شيء وما طبعا بعد شيء طبعا، بس ما يكون على الطبيعه قدام المشاهدين. احنا حاليا يا فندم في قسم العيادات الخارجيه، ودي بتقدم قسم العيادات الخارجيه. بتقدم كل خدمات ما يتعلق بالحمل ومتابعه الحمل والحمل الخطر. تمام. يعني فيها عيادات في الاول الاخر نساء وتوليد. طبعا في الاساس نساء وتوليد. نساء وتوليد بتقدم كل الخدمات الصحيه اللي فيما يتعلق بالمراه. تمام. طبعا يعني اكيد مش محتاجين نقول ان هو ما قبل هيئه الرعايه الصحيه. أيوة. او التامين الصحي الشامل، يعني قبل يوليو 2021. ايوه. ودلوقتي طبعًا الوضع طبعًا الوضع مختلف طبعا. الوضع طبعا يعني ممارس طبيب. طبعا. كان عندك عياده خاصه ولا لا؟ وفي المستشفى كنت في المستشفى. هي كانت اسمها برضو ازيز. كان اسمها البيضيه. اتحولت لازيز. لازيز. كانت البيضيه دي كانت مستشفى مركزي عاديه جدا. حضرتك كنت شغال فيها؟ شغال فيها. طبعا لا، ما كانش الوضع المستشفى دي دخلت في فرق. التطوير في فرق. التطوير كمان كان في العنصر البشري وفي البنيه الاساسيه. تمام. والخدمات بقى اللي تقدم. احنا نفخر هنا يعني في مستشفى ازيز ان هو ما فيش عيان بيروح مكان تاني بره محافظه الاقصر، بل بالعكس احنا بنخدم محافظات تاني جنبنا. الاول كان الناس بتروح طبعا، كانت يعني تسافر فيما يقرب من 400 كيلو. في بعض الحالات الخطر كانت لازم تسافر لاماكن يعني جامعيه وكده. دلوقتي انا بشهد وكلام على مسؤوليتي يعني بدعم هيئه الرعايه ان احنا كل الخدمات بتؤدى في الاقصر. تمام. ما حدش محتاج ان هو يتحرك، يعني يتحرك خارج الاقصر. تخش جوه كده. تخش. زي حضرتك؟ عامل ايه؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اسم حضرتك ايه؟ شحات صوت. مستني المولود؟ لا مضيت على الاقران. عندك حد في الولاده؟ ان شاء الله بعد بكره باذن الله. ان شاء الله يجهزوها للعمليه. عندك اولاد قبل كده؟ عندي. طيب الولاده دلوقتي، الاخر ولد عند حضرتك او اخر مولود عند حضرتك كان من كام سنه؟ ثلاث سنين. من ثلاث سنين. يعني قبل الرعاية الصحية دي ما تشتغل، قبل المنظومة الجديدة ما تشتغل. الرعاية دلوقتي مختلفة عن قبل كده ولا؟ أكيد طبعا مختلف. الاختلاف في إيه بقى؟ في كل، في اهتمام في كل حاجة يعني في الرعاية بصراحة. يعني أنت شايف إن المريض دلوقتي في الأقصر بما فيها موضوع النساء والتوليد اللي خاص ببيتنا وزوجاتنا واخواتنا بالنسبه للمستشفيات يعني لا في رعايه دلوقتي. ده اللي انا اقصده، الرعايه المقدمه لحضرتك دلوقتي لزوجة حضرتك ولا دلوقتي؟ لا في رعايه. في ما يفضل غير الاول بطل. لا كده ده الاحسن. الاول كنت بتعمل ايه يعني لما المولود يعني بيقعد غير بصراحه غير الاهتمام دلوقتي يعني بالمرضى؟ كان تمام الحمد لله دلوقتي يعني بصراحه. طب على مستوى لو حضرتك لا قدر الله في حد عندك مريض في العيله في اي مرض من الامراض، بتلاقي برضه نفس الاهتمام؟ نفس الاهتمام ده. نفس الاهتمام. آه يعني الوضع دلوقتي اسلوب العلاج في محافظه الاقصر اختلف ولا ما اختلفش؟ اختلف. حضرتك لمسه ولا مش لمسه؟ للاحسن. للاحسن. صحيح. طيب في تكلفه عليك كتيره؟ لا 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 الحمد لله بالامانه. لا والله لا. حضرتك احنا هناخد كلامك صدق. لا لا تمام والله. لا والله ما في تكلفه للدرجه. لا الحمد لله يعني بصراحه ده صدق والله. طيب الدكتور الطاهر مدير المستشفى عايز منه حاجه؟ تسلم يا دكتور. الله يبارك فيك. تمام والله. تمام والله. ازيك عم الحاج؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. اسم حضرتك ايه؟ محمد احمد عثمان. ازيك عم محمد؟ الله يخليك يا باشا. ليك حاله ولاده هنا؟ معايا حاله عمليه بتاعت فاسه ندى كسدين. حد عندك في البيت يعني؟ آه.
بقالك كم سنه كده عايش في الاقصر؟ لا مواليد الاقصر. مواليد الاقصر. طيب الرعايه الصحيه بقى في الاقصر انت الاول لما كان حد بيتعب في العيله عندك ربنا يديك الصحه والعافيه كنت يعني كان في مشكله عن دلوقتي؟ لا المشكله ده كل حاجه تطورت على الاول. اتطورت بالامانه يعني؟ لا كل حاجه اتطورت. لا كل حاجه اتطورت على الاول بالامانه برضه. والله كل حاجه اتطورت. الاول كانت أيوة. حاجات الولاده دي بتاعت اللي تولدها لسه في البيت تعملها أيوة. لكن ذلك في مستشفيات وفي رعايه وفي كل حاجه وحضانه وكله يعني ده كل حاجه. لك عشان لو حد شافك في الكاميرا دي يقول ده الراجل ده ما بيقولش الصدق. لا ما كل حاجه اتطورت على الاول. الصعيدة. لا الصعيدة كل حاجه اتطورت على الاول بيقول الصدق. كل حاجه اتطورت على الاول يعني وفي علاجات وفي برضه التامين الصحي برضه كويس برضه عمل حاجات يعني كويسه برضو. يعني انت حاسس ان السنتين اللي فاتوا دول في حاجه كويسه؟ لا كل حاجه اتطورت على الاول. ربنا يكرمك. الله يخليك ويبعد عنك وعن اسرتك الامراض. امين يا رب. وما تحتاجش مستشفيات. امين يا رب. انا مش عايز يعني المستشفيات مش عايزين ان شاء الله كل حاجه تسات ان شاء الله. ربنا يبارك لك في المريضه اللي جوه وتطلع بالسلامه ان شاء الله. الله يخليك. الراجل اهو لو عايز منه حاجه الله يخليك. اه والله يبارك لحد عندك اهو. والله ما العيل ما عيل الحجه بتعمل عمليه. تعمل عمليه اهو قاعد اجيب في اي تقصير ولا حاجه؟ لا الله يخليك. شكرا. دكتور طاهر دي حضانه حديث الولاده. ايوه مش كده؟ ايوه يا فندم. ده برضو من الحاجات اللي ما كانتش موجوده خالص فيه. كان طبعا كان فيه قبل كده لكن كفاءه الخدمه الطبيه اللي بتؤدى عدد المحاضن اللي موجود يعني لم يجتمع في مكان واحد ابدا. احنا عندنا حاليا 38 محضن وان شاء الله في خلال اسبوع هيبقوا 40 محضن. محضن يعني حضانة. هو مسؤول نقش. يا فندم. ما فيش مشكله. وده زي ما بقول لحضرتك كفاءه الخدمه الطبيه ما كانتش. كان في برضو زمان كان في محاضن بس ما كانتش بنفس هذه الكفاءه. ما شاء الله. يعني ما شاء الله الحمد لله هنا يعني نظام يعني مش عايز اقول لحضرتك لا ابالغ اني اقول ان ده نظام عالمي في الاقصر ما كانش لا عندنا لا لا ما كانش بنفس الكفاءه دي ابدا احنا ولا بالنا من الحاجات دي يعني احنا بنتكلم على مستشفى ولاده تخصص نساء وتوليد طبعا مش كده طبعا الحضانه دي طبعا ممكن تكون الزوجه او السيده او الام عامله عمليه هنا فالطفل محتاج وممكن يكون الطفل جاي من بره طبعا 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 تمام طبعا تمام احنا يعني ما لا نتوانى في تاديه الخدمه ما قبل بقى كان ايه وما بعد كان ما ايه ما قبل كان في اولا العدد الحضانات كان اقل كتير الخدمه اللي بتؤدى ما كانتش لسه في امكانيات يعني تساعد الفريق الطبي ان هو ياخد بشكل متكامل تمام احنا عندنا حاجه اسمها يعني حضانات على تنفس صناعي ودي من الحاجات اللي هي تكلفتها عاليه جدا على الدوله لكن هنا متوفر في الصعيد يعني قليل قوي يعني ما اقدرش اقول مين اقدم طبيبه هنا في الدكتوره رحاب دكتوره رحاب رئيس قسم الحضانات هنا يا فندم اخبار حضرتك ايه ممكن نمسك المايك كده حضرتك رئيس القسم حضرتك كنت شغاله فين قبل كده في المستشفيات يعني كنت شغاله في المستشفى برضو بس قبل التجديد بتاعها قبل او قبل قبل ما تضم لهيئه الرعايه الصحيه حضرتك من الاقصر من الاقصر يا فندم ما قبل وما بعد لا طبعا يعني هو بامانه ربنا يعني انت حضرتك هو بامانه ربنا ما كانش فيه قبل ما فيش قبل هي الفكره ان المستشفى زمان كانت مستشفى مركزي امكانياتها ضعيفه بقدر كبير كنا عندنا 5 حضانات بس عندك كم دلوقتي؟ دلوقتي عندي 35 محضن 35 وقابلة للزيادة إن شاء الله قريبا لـ40 لـ40 35 حاليا وهتبقى 40 الله عما قريب تمام. بس لا كانت ما كانش عندي أجهزة تنفس صناعي تقدر تخدم الأطفال اللي بيعانوا من صعوبة في التنفس كنت بستقبل الحالات اللي بنقول عليها إحنا كولد يعني الحالة تبقى مثلا عندها تشخيص خفيف مش محتاج رعاية شديدة يعني كده بنتكلم على مكان فيه 35 حضان حضرتك بتقولي ما قبل حضرتك كنت شغاله في نفس المستشفى كنت برضو رئيس قبل التامين الصحي الشامل رئيس قسم الاطفال برضو رئيس قسم الاطفال برضو كان وضعها في كان عندي اعداد طبعا اقل وكان عندي امكانيات اقل امكانيات اقل بكتير طيب طبعا اكيد حضرتك عندك فكره بالصعيد واوضاعه بالنسبه للحاله الصحيه تمام هل انت هنا في طفره في
في الصعيد عموما بقى بال... بال... طبعا هي مستشفيات بالجزئية الخاصة بحضرتك على الأقل. هو من وقت ما طبق التأمين الصحي الشامل أو مستشفيات هيئة الرعاية الصحية الوضع اختلف كتير، ابتدوا يوفروا لنا الإمكانيات اللي احنا كنا محتاجينها بقدر أكبر طبعا، وابتدينا احنا برضو حتى لو عندنا عجز في حاجة بنقدم بيه طلب وبيحاولوا ان هم يوفروه بقدر الإمكان عشان الطفل ياخد أفضل خدمة ممكنة. طيب ايه اللي تتمنيه بقى باعتبارك رئيس القسم بقى؟ ايه اللي تتمنيه يعني؟ والله أنا أتمنى أن الحضانات في الصعيد تزيد، لأن معدل الولادات بيزيد ومعدل المواليد بيزيد، وفعلا الأطفال بتبقى محتاجة رعاية أوقات كتير رغم يعني رغم التضخم في العدد اللي عندنا ده ما زلنا بنعاني من نقص الحضانات. طيب سؤال برضو تقليدي شوية يمكن ما أعرفش حضرتك تقدر تجاوبي عليه ولا لا، أنت حضرتك لك عيادة خاصة؟ لا. ملكيش عيادة خاصة؟ لا. العيلة فيها أطباء فيها؟ طبعا. زوج حضرتك؟ طبيب نساء وتوليد برضو والعيادة خاصة؟ طبعا والعيادة خاصة؟ بس هو جامعة. طيب. يعني بالأمانة يعني هو الحاجات دي مش بتأثر على العيادات الخاصة؟ لا طبعا أثرت، ده أكتر أطباء النساء تأثرت في الأسر يعني زوج بسبب إيفيس. يعني زوج حضرتك مش زعلان منك؟ لا دي مشاكل نحلها والله. انتوا زملاء اكيد وعارفين بعض، عارفين بعض. لا مش بي مش بي بس ده على فكره دي زاويه تانية مختلفه، يعني انه الخدمه الطبيه الحكوميه لما بتقدم باسلوب كويس طبعا بتلاقي اقبال من الجمهور وبتاثر طبعا على الشغل الخاص. لا بس هو ده المطلوب، هو احنا عايزين كده. انا استاذن حضرتك اضيف فضل. حاجه فضل. دايما يعني ربنا سبحانه وتعالى يشهد ان احنا بنقول هنا حاجة اني انا حافظ على هذا المكان المكان اللي انا ارتضيه لنفسي ولزوجتي والاولادي ان انا اتعالج فيه يبقى هو ده اللي ارتضيه للعيال، لان انا ممكن في يوم من الايام احتاج ان انا اتعالج هنا فيبقى الاقي هذا المكان اللي انا هسألك سؤال فضل. لو زوجة حضرتك او عندك في العيلة عندك حالة وضع هتجيبها هنا ولا تاخدها عندك؟ لا هاخدها هنا والله هنا افضل وبيحصل كل دكاتره زمايلنا وكل يمكن ما صدفتش ان حد يعني وضع من عندي لكن انا قرايبي يعني بيكلموني باستمرار اتفضلوا شوفوا الخدمه بتؤدى ازاي. لا الناس بصراحه بتدخل منبهره ما حدش بيبقى مصدق ان دي مستشفيات يعني زي ما بنقول بالمسمى القديم ان دي مستشفيات الحكومه. لا ده افضل كتير من المستشفيات الخاصه. يعني تكلفه الحضانه كتيره لا بالنسبه للاسره يعني لو انا هاخد حضانه بره طبعا في الخاص طبعا هو على حسب الحاله بس ما ممكن حاجه توصل ما بين 800 ل 1500 في اليوم. هنا بيدفع كام يا فندم؟ هنا يعني اقصى حاجه بيدفعها 300 جنيه ايا كانت الاقامه ان شاء الله لو قعد سنه هنا يعني ما فيش حد اقصى الدوله بتتحمل كل التكاليف بحد اقصى 400 جنيه طالما هو مشترك في هيئه الرعايه الصحيه. انا بشكرك يا دكتور وبشكرك يا دكتوره ربنا يكرمك ويسمع دعائك في فكره انه تزيد عدد الحضانات. هو اللي بيعيط وهو صغير كده بيقولوا بيبقى شقي وهو كبير ولا ولا هو من الالم؟ لا هو لا مش الالم، هو ممكن ده هيبتدي يعني يصحى من النوم فيبتدي يفوق عادي عشان دي حاله بتعاني من صفره والديه فالاجهزه دي بتاثر على العين فلازم تبقى متغطيه. تمام بشكرك يا دكتوره وربنا يا رب ينعم عليهم بالشفاء يا رب. يا رب اللهم امين. شكرا بشكرك يا دكتور. طيب وانا بكلم حضراتكم كده هو الواد ده شقي، الواد ده صوته شقي، فانا بسال الدكتور سؤال يعني بقول له هو يعني يمكن احنا عاملين له ازعاج مثلا او بتاع وكلام من ده حضرتك؟ لا يا فندم المحضن ده معزول تماما عن اي حاجه خارجيه يعني عامل له اي مشكله ولا اي حاجه الحمد لله احسن هم عايط مننا ولا حاجه تبقى يعني مش تمام. طيب انا هتشرف بقى بفكره التمريض في حد ذاتها يعني ال حضرتك رئيس قسم التمريض في المستشفى كلها مشرف تمريض الحضانه مشرف تمريض الحضانه. طيب هل الحضانه التمريض هنا يختلف كل قسم ليه
ليه شكل مختلف. يختلف طبعا. كل الحضانة دي بتحتاج يعني تعامل خاص غير باقي الأقسام وغير الكبار. دي أطفال لسه بتبقى مولودة فبتحتاج رعاية أكتر، وكل حاجة بتبقى دقيقة أكتر عن الكبار. حضرتك بتشتغلي تمريض بقالك قد إيه؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين يعني قبل منظومة التأمين كنت شغالة سنة برا؟ كنت في خاص مستشفى الأورمان. طب ده ايه علاقه يعني ايه التشابه ما بينه وبين الخاص وايه الاختلاف ما بينه وبين؟ لا هو انا بامانه يعني اول ما كنت شغاله بره وكده فانا كنت خايفه من الحكومه على اساس ان انا الاقي مختلف تماما عن الخاص، بس لما جيت التامين يعني هنا في المستشفى وكده لقيته يعني حاجه زيه بالظبط، يعني انا ما شفتهوش يختلف عنه في حاجه، كل حاجه بيحتاجها المريض او اي خدمه بنلاقيها موجوده هنا يعني. تمام. فكل حاجه يعني متوفره. انا نسيت اسال اسم حضرتك. ياسمين رمضان. سلمينا على عم رمضان. دول حضرتك مشرفة التمريض. حضرتك برضو مشرف تمريض؟ بس محمود سليم سينيور شيفت التمريض. تمام. يعني بيبقى موقعه ايه من التمريض؟ بعد ياسمين شوية. بعد ياسمين. تحت ياسمين. تحت ياسمين شوية. ده بيتطلب برضو مهارات معينة. طبعاً كده؟ طبعاً طبعاً. وخبرة معينة. طيب. أسأل حضرتك سؤال وجيه كده. اتفضل يا فندم. والحنية. على فكره احنا كرجاله يعني احنا حنينين جدا برضه زي الفيميل كمان ممكن نزيد مع الاطفال. لا يعني احنا مع الاطفال بنكتسب ممارسه طبعا مع الشغل مع الحالات بتزيد الموضوع ان احنا بنبقى خايفين على حاله زي اولادنا وكده. تتعامل انسانيا مع الموضوع. طبعا. مع الموضوع. حضرتك شغال قبل كده في مكان ولا ده اول شغل ليك في المستشفى؟ كنت في الصحه قبل ما يبدا التامين هنا. بقى لي سنتين هنا في التامين. لا فرق كبير خالص طبعا يعني بره كانت الخدمات قليله في الصحه القديمه. كانت المستلزمات معظمها مش موجوده. لكن هنا في التامين الشامل المستلزمات كلها متوفره، الادويه كلها متوفره. خدمه يعني فوق الممتازه الحمد لله يعني. طيب الحمد لله رب العالمين. هو اللي بيعيط ده سكته ازاي؟ ده يا فندم طفل بيعاني من صفره والديه طبعا. هو طبيعي العياط طيب؟ ده تاثير طبيعي ان هو منفصل عن اهله. خاصه الاطفال اللي هي بتقعد فتره مع اهلها وبتيجي تتحجز معانا هنا في الحضانه. يعني تاني اكرر احنا مش احد السبب. لا 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 يا فندم لا لا هو الاطفال اللي هي بتبقى صفره بتبقى باستمرار كده الانفصال عن اهله ده بيأثر عليه طبعا. ده ازاي خاص بالتمريض الاولاد الرجال الاقسام الداخليه وده خاص بالتمريض البنات. انا بس عايز اقول لحضراتكم حاجه انه اطمن انت معانا مش كده بتدي اشعارات حلوه بتدي ثقه لل اتفضلي. لا هي شعار عشان تبقى دكتوره الله يكرمك. شعار بيدي شعارات للطفل ان احنا كنفسنا بنطمن ان احنا الامور كويسه وحلوه وفي شعار كده ان دايما هو لازم الثقه والمصداقيه والامانه في التامين وفيها اجهزه كتيره ومتوفره ويعني ما شاء الله عليهم في الخدمات كويسه خالص. هو طموح حضرتك ممرضة طموح الممرضة بيبقى ايه في الاخر؟ ان كل مدى بتعلى اكتر فاكتر بتوصل لدرجة اعلى فاعلى والتقييم بتاعها يزيد والامور بتاعتها بتبقى يعني بتحب شغل ما لا انا ليا 25 سنة. طب بتضربي لاولادك في البيت ولا؟ بص في تعليم في تربية فانت يعني انت عندك فكرة انت عايز تعلمهم الصح ممكن هضرب بس مش الضرب اللي هيبقى مبرح مش الضرب الجامد في الضرب اللي هو توجيه وتصليح انك انت عايز عملت خطأ لازم تتعاقب عليه بس خفيف يعني. الحمد لله. حضرتك مالك قد ايه في التمريض؟ لا ليا سنتين. سنتين يعني اشتغلت مع التأمين الصحي الشامل؟ اشتغلت اشتغلت قبل كده ولا هو ولا ده اول شغلك؟ لا اشتغلت قبل كده. قبل كده ايه الفرق بقى؟ لا في فرق بس انا كنت شغاله خاص في مركز خاص كنت شغاله في جنة. تمام. بس اكيد في فرق طبعا في كل حاجه. انت من الاقصر نفسها؟ وكنت بتروحي هنا عشان الشغل؟ لا انا كنت فتره امتياز هناك. فتره امتياز بتاعي هناك كان هناك. تمام. في جنة. هو التمريض ليه برضه امتياز زي الطبيب؟ ايوه ليه امتياز ليه فتره امتياز. يعني حضرتك بعد ما بتخلصي المعهد او الكليبيو بيكون في امتياز. تحبي الشغل اكيد؟ اكيد طبعا. حنينة على الاطفال؟ اكيد. ولا بتضربيهم؟ لا طبعا اكيد. ربنا يخليك يا فندم ان شاء الله. بتشرف بحضرتك. اسم حضرتك نور عياد احمد. منين يا نور؟ من هنا من الاقصر. من الاقصر. اخبارنا ايه بقى هنا؟ تمام الدنيا تمام. طب عايزه تتنقلي مستشفى تاني ولا حاجه دكتوره اهو؟ دي وسط يعني. لا لو عايزه تتنقلي دكتوره البرع معانا تحت. والله بجد يعني لو عايزه تتنقلي ولا حاجه. التامين الصحي الشامل طبعا من افضل الخدمات اللي بيقدمها. تمام. في فرق كبير خالص ما بين التامين الصحي الشامل وما بين الصحه لله. يعني الحمد لله.
فرق ملحوظ حتى. الحمد لله. أنا تاني هأكد لحضراتكم المكتوب على الزيت. يعني هنا لو في الحضانة دي يعني أجل يوم برا الطفل هيصرف 1000 جنيه وأكتر. يعني هنا 300 جنيه أو 400 جنيه تأمين في خلال في شهر وبياخد بنت وسباب وأجهزة طبية وأطباء باستمرار ال 24 ساعة وتمريض برضو ال 24 ساعة. فبالنسبة للحضانات برا أسعارها باهظة لان ده موفر هنا كويس خالص بامكانيات كويسه. نركز على الـ على الـ الـ الحاجات الجميله اللي مكتوبه على التيشيرت شعار على الزيت. الزي ده بتبقى حاجه جميله جدا ان هم بيحسوا ان فعلا اطفالهم وسط اهاليهم مش وسط مستشفى. طب انا برضه عشان ما يكونش في تمييز عايزين برضو اللبس الرجالي كده كتف على كتف تاني هو عشان يعني شوية حاجات كده عشان احنا برضو يعني احنا حنينين برضو اللون بيدي انطباع بالهدوء يعني نفس الجميل يعني حاجة محترمة. احنا فخورين برسالتكم وربنا يعظم من الشغل اللي انتوا بتعملوه. لا لا والله انتوا على راسنا من فوق. لا على راسنا لا على راسنا من فوق على راسنا من فوق. يا دكتور انا برحب بحضرتك جدا بجد والله فرح بحضرتك جدا ومبسوط من الخدمه ومبسوط من الكلام اللي حضرتك قلته وربنا يوفقك دايما كده يعني عليين كده ونيجي لحضرتك مره ثانيه كده بعد 5-6 سنين بقى تكون الخدمه خدت وضعها اكتر دايما في تقدم دايما ان شاء الله. شكرا شكرا دكتور شكرا شكرا شكرا. احنا بقى كنا في الاقصر ورحنا بقى لايه الرعايه الصحيه وشفنا الدنيا ماشيه ازاي وبعدين آلينا على انفسنا. حلوه آلينا دي آلينا على انفسنا ان احنا نمشي من المحافظه من دون ما نشوف هذه الوجوه الكريمه. والحقيقه يعني لازم ناخد برضو من عبق التاريخ كده ومن حتى الجلاليب. شوفوا قالوا لازم تلبس انت كمان جلابيه فقلت لهم ما عنديش مشكله. قام الدكتور احمد الحقيقه راح جاب لي جلابيه كده وروقني فيها وقصه الجلابيه بقى اقولها لكم بعدين يعني ان شاء الله. بس خلوني كده قبل ما احنا هنا في قريه المادة مود مركز طيبه محافظه الاقصر. صح كده المادة مود مركز طيبه محافظه الاقصر. مش هخرج بره هيئه الرعايه لانه هذه السيده وفين الكاميرا الثانيه. طيب اتفضلي يا ست الكل. هذه السيدة لها تجربة جميلة في هيئة الرعاية والتجربة دي لابد أن أنا أنقلها لحضراتكم بكل تفاصيلها حتى لو اختصرنا بعض الأمور. لكن أنا خليها تقدم نفسها وهسألها بعض الأسئلة. امسكي ده حضرتك معاكي قربي لحضرتك كده. اسم حضرتك إيه؟ دعاء محمد حامد. دعاء الأمامير الحلوين دول دي ملك؟ ملك محمد. ازيك يا ملك؟ بقى بقى أبو تمام. ملك محمد عبد الصمد. محمد عبد الصمد. ودي ريتاج. ريتاج محمد عبد الصمد. الاثنين كان عندهم مشكله في القوقعه مولودين بيها. مولودين بيها مولودين بيها. طيب ملك عندها 11 باين ولا 10 سنين؟ 10 سنين. 10 سنين من امتى وهي عندها يعني مولوده بالمشكله؟ انا اكتشفت من الموضوع من أيوة. بعد 7 شهور. بعد 7 شهور من ولادتها. 7 شهور من ولادتها. يعني حضرتك بقالك 9 سنين و3 شهور وانا مستمره معاني بالمشكله دي. مش لاقيه ما فيش. طيب حاولت كتير. ايوه ايوه حاولت كتير يعني كل ما حد يقول لي على طريق بشق فيها بس ما بتوصلنيش النتيجه بصراحه. الا لو توصلت الهيئه الرعايه الصحيه و... ايوه توفقت مع استاذ احمد حساني وما حدش قصر معاي الاستاذ خالد الحمد لله ودلوني على الطريق الصحيح وخلصت الإجراءات والحمد لله يعني في فترة قصيرة توافق عليهم في العمليات اللي هي زرع القوقعة وتوفرت لهم أجهزة هم الاثنين. أنا ما كنتش مصدقة بصراحة كنت مفكر إنهم هياخدوا واحدة وواحدة. لا فلما بنت وبنت لا بنت وبنت لا يعني قلت مستحيل وريتاج فكنت فاهم إنهم هياخدوا واحدة بس قلت مستحيل يعني أكيد في أعداد كثيرة فبيقولوا أولى واحدة والجهاز الثاني أوفر بيه عيلة تانية يعني تمام. فلما توفروا للحالتين بصراحة فرحت. طيب أنا يعني أنت
اول ما الرعايه فتحت الموضوع بقالك قد ايه شغاله معاهم؟ بتاع 4-5 شهور يعني بدات، يعني لسه حديثا يعني حديث يعني سنه من العمليه والاوراق. سابوكي ولا لسه متخرجين؟ لا لسه متصلين معايا ما بيقصروش بصراحه. طيب انا هقول لحضرتك على حاجه، لانه ومن من برضو من من الجمال بتاع الموضوع ان احنا واحنا بنتكلم المسؤولين عن هذه المنظومه بعضهم موجود معانا، فانا لو في عند حضرتك حاجه معينه عايزه توصليها ليهم هم معانا. هي كل حاجة متوفرة بصراحة. إيه اللي أنت محتاجة؟ بعد المسافة مثلا؟ ما هي بعد المسافة في التخاطب، يعني الدكتور من بعد العملية أستاذ محمد فايز قال 70% تخاطب، يعني نجاح العملية 20% عملية والسبعين التمانين التانية دي تخاطب. بتاخد حضرتك قد إيه تخاطب؟ باخد 4 جلسات في الأسبوع خاص. في الأسبوع، ربما يكون خارج السياق بس الحاجات دي لازم تتعمل. لا ولو على الاقل مثلا دكتور يتوفر لنا مثلا يتبعت في كل وحده. حاضر. دكتور حتى لو مره. حاضر. كل اسبوع. حاضر حاضر، هناخد هذا الامر وانا هعرضه على الدكتور احمد البرعي، والدكتور احمد البرعي هو المسؤول عن المنظومه كلها في محافظه الاقصر. هعرض الامر عليه وهقول للنتيجه لحضرتك في الحلقه. تمام. يعني ان شاء الله يوم الجمعه الجاي اللي بعديها هيبقى لينا كلام مع الدكتور احمد البرعي ويقول لحضرتك بالظبط ايه اللي ممكن يعمله في هذا الاطار. ويعني ربنا يديك الصحه ويكرمك ويبارك فيكي، وانا بعتذر لك انك انت انتظرتينا كتير لانه البعد المسافه بس ما بيننا وما بين المكان. شرفنا معرفتك والله استاذ. ربنا يخليك يا ست الكل ونشوفك على خير دايما. احنا بس خلصنا مع ام ملك وام ريتاج عشان المسافه بعيده، وقلنا نخلص معاهم الامور بتاعتها وتتوكل هي على الله عشان تقدر تروح. طب استاذن بس حضراتكم كده، لو في 2 أو 3 يجونا هنا يبقى شرف لينا. يعني هعرف بقى حضراتكم بهذه الوجوه الكريمه ونشوف الدنيا رايحه على فين في محافظه الاقصر، لانه المساله تاريخ وثقافه وعلم وجدود ولو اجداد واجداد، فاحنا بنتكلم في تراث فكري كبير جدا. يعني الاول هتعرف بحضراتكم كل واحد يقول اسمه كده وبعدين نرجع نفتح موضوع للنقاش باذن الله. اتفضل عم الحاج مصطفى حافظ خديوي الجبلي من قريه المدمود مركز طيبه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، اتفضل يا فندم. العمده عباس حافظ الجبلي عمده المدمود. برحب بيك حضره العمده، احنا في ضيافتك. ربنا يخليك حضره العمده. ربنا يخليك يا فندم، اتفضل يا فندم. محمد حسن الطاهر معلم اول دراسات قريه المريس مركز ارمنت. ربنا يزيدك علم. ربنا يزيدك علم يا فندم. ربنا يزيدك علم. عقيد عبد الستار يظل عارف من البلاحات قريه المدمود مركز طيبه محافظه الاقصر. ربنا يزيدك يا فندم. ربنا يزيدك. مات كريم احمد من البرهمات قريه المدمود مركز طيبه. ربنا يزيدك. ربنا يزيدك. فراج عامر الضوي احمد من محافظه اسوان مركز كومومبو. يا عين عليك يا عم فراج، انت صوتك مجلجل كده. الله يبارك فيك. اه والله يا عم فراج، هو ده الكلام بقى. هو ده الكلام. جايه زياره عند حضرتك ختمها. لا خلاص نصيب يشوف الوجوه الكويسه. ده انت زي الفل. الله زي الفل عليك. والله زي الفل. اتفضل اتعرف بحضرتك. مع حضرتك الاستاذ خالد سعيد حساني من قريه المدمود مركز طيبه الاقصر. اهلا بيك يا استاذ خالد. حسن الطاهر عبد الغفار الشهير بحسين الطاهر من ارمنت. اهلا بيك. اهلا، ده الوحيد اللي من بره القريه. ها كله من داخل المحافظه. طيب احنا هناخد كده من منظور عام كده فكره اخواتنا وحبايبنا واهلنا عن الخدمات الصحيه في المحافظه، وهل في تغيير حصل في السنتين الاخاره ولا لا؟ من يوليو 2021 لحد دلوقتي هل حصل في تغيير ولا لا؟ وهم طبعا هيقولوا لنا هذا الامر، ولو ليهم اي متطلبات تانية هنعرضها برضو على الناس في هيئه الرعايه الصحيه نشوف يقدروا يعملوا هذا الامر ولا لا. اتفضل حضرتك يا فندم. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا بنعاني من بعد المسافه عن مركز لوكسور. تمام. من ناحيه مستشفى واحده كانت موجوده في لوكسور وبعد كديها المستشفى الدولي، وكان في تكدس ومسافه بعيده جدا. فمن يوم ما اتعملت المستشفى التأمين الصحي عندنا في المدمود وتهيأ مبنى فخر جدا جدا
وامكانيات حلوه جدا، قربت المسافه علينا 100%. كان في المدموت في حوالي 4 وحدات صحيه، لكن يعني الكفاءه غير متوافره بالنسبه قبل كده. قبل كده لما جت هيئه الرعايه الصحيه الصحيه خدت بالك فيها، فيعني غطت من ناحيه الصحيه ومن ناحيه العلاج. انا من ضمن اللي كنت باخذ علاج مزمن بالنسبه للضغط والسكر، وكنت باخذه في البدايه كل شهر، ودلوقتي بيجي كل 3 شهور بصرف الكميه ومتوافره. واللي عايز عمليه او التخصص مش موجود هنا بيحولوه على الاستشاري في الاقصر. يعني في تغيير في في تغيير جدا جدا يعني جدا. اكيد انت زرت اطباء قبل كده ورحت مستشفيات قبل كده. احنا كنا محرومين من الا بنروح للمستشفى بس في حاله الطوارئ، لكن دلوقتي اصبح اي انسان بيحجز وبياخذ دوره والحمد لله. تفضل حضره العمر. بالنسبة للقرية عندنا هنا في المدمود، القرية كانت مكونة فيها حوالي 4 وحدات صحية. تمام. فكانت في السابق. في السابق قبل كده. تمام. طبعا دلوقتي بعد الهيئة وبقت عندنا الوحدة الرئيسية اللي هي بتاعت الهيئة هنا. موجودة فيها جميع التخصصات، فيها أسنان، فيها باطنة، فيها أطفال. متوفرة فيها. فأنت بتلتجئ هنا لمكان واحد بس، بتروح المريض بيتجه عليه بيروح لمكان واحد بس. تمام. هنا. لو في اي حاجه بالنسبه للعمليات اللي هي كانت صعبه قبل كده في السابق، اللي هي زرعه القوقعة والحاجات اللي هي بتبقى فلوسها كثيره شويه، يعني كانت الحاجات دي بتبقى بتكلف كام القوقعة؟ يعني كمواطن كنت بتعرف يعني كعمده يعني كانت بتكلف يمكن 100,000 او حاجه زي كده، بيقولوا لي 95,000 في الحدود دي. الحدود دي بس في الفتره دي طبعا كان زمان بتلجا انت لنفقه الدوله عشان انت عايز جوابات وموال بقى موال وقصه وبيروقراطيه بقى، فانت دلوقتي بتتحول تلقائيا واخد بالك بيحولك هنا واخد بالك، بتروح تعمل الزراعه بتاعتك بكل اريحيه. تمام. وبتوفر لك اللي ماسك في القريه هنا او المسؤول في القريه هنا في الوحده او مدير الوحده. تمام. اتصالكم بيه ايه هنا؟ في حاجه عندنا اسمها ارضاء المنتفعين. تمام. فالموضوع ده موجود عندنا في الوحده وفي اعضاء. بركاتك يا دكتور كورولوس. عارفين انت دكتور كورولوس؟ طبعا. دكتور كورولوس ده بركات خالص، بركات والله. بس فبنروح بنتناقش واخد بالك، لو في اي حاجه واخد بالك في داخل العمل اليومي داخل الوحده هنا بنتناقش فيها، لو في سلبيات بنحاول ان احنا نحلها كمواطنين بالتضامن مع الدكاترة يعني والناس اللي شغالين. السنتين اللي فاتوا دول مختلف عن طبعا سبق. اكيد احنا قبل كده انت ما كنتش بتلاقي حتى تتكلم معاه تتواصل معاه، انت كان تعبان بتروح لوحده بتاخد برشام مش عارف ايه. لكن لما بيكون في عندك حاله صعبه وان انت عايز تتحول تروح مكان ثاني ما كانش في اجراءات تحويل زي كده. ايوه. استاذنا الفاضل زي حضرتك، ممكن حضرتك تديله اولا انا حضرتك مدرس اول دراسات كدا. تمام. مدرس اول ان شاء الله دراسات. تمام. ربنا يديك الصحة. الله يخليك. أنا كنت خايب في الحساب والهندسة والمثلثات وبتاع، أكتر حاجة كنت شاطر فيها العربي والدراسات والتاريخ والجغرافيا والحاجات دي. هي مادة شيقة يعني. لا الحمد لله. فضل حضرتك قول لي برضو انطباعك عن الخدمة. والله إحنا كنا برضو في ظل وجود مستشفى الأقصر الدولي، برضو كانت المسافة بعيدة شوية، وزي يعني مركز أرمنت والقرى اللي هي الناحية الثانية ناحية إسنا، فبتقضى عليها المواصلات بالليل. فلما تم انشاء مستشفى حورس في أرمنت برضه دي افادت كثيرا يعني. وكانت ما يعني مستشفى جيده. تمام. شغاله بنفس الكفاءه بتاعه المستشفى الدولي. تمام. يعني حضرتك حاسس بتغيير في السنتين اللي فاتوا من اول الرعايه الصحيه او يعني هو الحمد لله يعتبر الخدمه بقت في كل الاقسام. يعني انت مستريح ليها؟ تمام. لا الحمد لله جربت، ربنا يبعد عنك الامراض. جربت الامور ماشيه كويس؟ لا جربت. اتفضل يا عمنا الكبير قولي بقى برضو راي حضرتك كده في الخدمه الصحيه في المحافظه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الخدمه الصحيه في الرعايه الصحيه الجديده والمنظومه الجديده اللي هي تامين الصحي الشامل. ايوه. افادت كثير من الناس اللي في القرى بالذات. تمام. من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان كان اي حد عندنا فيه عنده مرض مزمن. أيوة. وبيصرف علاج شهري كان يطلع لازم يروح فين؟
يروح المستشفى العام في الأقصر أو المستشفى الدولي في الأقصر. حاليا المنظومة الجديدة دي وفرت العلاج هنا في القرية. الحمد لله. برضو يعني يا أستاذ جابر الحق للأمر يعني إحنا عندنا هنا في الأقصر في مستشفى بتاعت إيزيس اللي هي متخصصة في النساء. في الأقصر. في الأقصر. كنا فيها النهاردة. لكن بالنسبة للمركز هنا ما فيش حاجة زي كده. فإحنا محتاجين حاجة زي كده هنا متخصصة برضو. يعني إيزيس اللي هي اللي هي الكتل البيضية قبل كده. أيوة. دلوقتي بقت إيزيس. وده تخصص نساء وتوليد بالظبط. أيوة. انت حضرتك عايز انا عايز واحده ثانيه زي فرع يعني. من ايزيس مثلا في يعني بالظبط في فرع منها في مركز الزنيه عموما يعني عاوزينها مثلا في القريه نشوف دي برضو لانه دي محتاجه ميزانيه جديده فلوس يعني وبتاع يعني نتمنى الموضوع ده يتوفر في زي الفل. من الايجابيات اللي هي برضو كويسه في قسم الرعايه الصحيه هنا في الوحده الصحيه ان اي مريض بيروح اول مره بيعمل تحاليل كامله صوره دم كامله. ايوه الاول ما كانش موجود الكلام ده عندنا برضو في الوحدات الصحيه الحمد العاديه لله. الحمد لله. تمام وتحاليل وبعد كده المعمل بيديك برضو العلاج وبيديك صوره الدم كامله واسنان وكده والحمد لله يعني ايه برضو الخدمه هنا كويسه خالص الحمد لله. اتفضل يا استاذنا. السلام عليكم. صحك صح حسن الطاهر عبد الغفار الشهير حسين الطاهر. اهلا بك. انا اشكر الاخوان الافاضل والعمد اللي احنا في ضيافته. المفروض نتكلم على صاحب فكره المنظومه. ايوه مين صاحب فكره المنظومه؟ ايوه واللي طبقها في الأقصر مرحله اولى الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. يعني احنا كنا بنعين التامين القديم اللي كان بيطبق على الموظف. ايوه وعلى بتاع المعاش. تمام. انما الاجريين والعمال ما كانوش يستفادوا ما لهمش تامين. تمام. فهو الرئيس قال طبقوا في الأقصر مرحله اولى استفدنا منها ومنظومه التامين دي بتنجح بالجنود المجهولين اللي فيها الدكتور كورلس الدكتور عبانوب واللي فوق الدكتور احمد دونجل. هم من دول السبب في نجاح المنظومه في الأقصر. الدكتور احمد البرعي والدكتور احمد البرعي والدكتور احمد شفيق. دول الجنود المجهولين. دول اللي هم الواحد ما بيشوفش عياله قد ما وقعت في شغله. فاحنا لازم نشكرهم. انت راجل عظيم. والله انا بص بقول اللي يرضي ربنا. لا ده اللي يرضي ربنا ده نفاق. انت راجل جميل يعني. المنظومه دي نفعت الناس الغلابه. اعطى الحق لاصحابه. المنظومه دي نفعت الناس الغلابه اللي كانوا يقولوا لا انت معكش تامين. والتامين القديم ما كناش نستفاد منه بصراحه. دولك بتعمل عمليات وفر يكفي ان التامين الشامل وفر على الناس الغلابه روح تسوق. بص احنا تعبينهم من امبارح مجرد ان يسمعوا الكلمتين بتوع حضرتك دول هيخف التعب. فدول الان من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الله ينور عليك. لازم تدي الناس دي حقهم. اتفضل يا عمنا. متشرفين بيك يا عمنا. شرف لينا والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. جربت بقى هيئه او التامين الصحي الشامل الجديد وجربت المنظومة الجديدة ولا؟ لا دي منظومة محترمة وجربتها وبعاني من مرض السكر وباخد علاج وبروح اخد صرفية كل 3 شهور. تمام. عن طريق التأمين الصحي عندنا في البلد. والوحدة جنبينا وكده. وبتحولني اروح اجيب من التأمين اللي هو في الأقصر. تمام. لو ما كانش الصنف موجود باخد جواب تحويل واصرف العلاج من هناك برضو. الله من الله الله ينعم عليك. فالحمد لله يعني الحمد لله. ولو في حضرتك في يعني انا مش قصدي ولا بس ان حضرتك كام دلوقتي؟ انا عندي 70 سنة الحمد لله. 70 سنة. ايوه. في 70 سنة دول اكيد حضرتك رحت مستشفيات وكنت بتتعالج او كانت البلد ما فيهاش منظومه صحيه خالص الا من سنتين بعد ما جاء التامين الصحي. اللي هو عمل الصح المريض بيتعالج ولو هو مريض وما عنده مشكله ما يقدرش دكتور الوحده يخلصها له يديله تحويل للمستشفى الاعلى سواء العام او الدولي وبيعمل التحاليل اللازمه ولو احتاج عمليه بيعمل عمليه. ما يمكن حد من المشاهدين يقول لحضرتك حضرتك بتقولوا ايه بس يعني؟ لا يا فندم دي حاجه جربتها انا شخصيا. يقول انا شخصيا يا عم انت بتقولوا ايه بس؟ انا شخصيا عملت عمليه في حورس تكلف كذا. الاف دفعت عملتها مجانا ولا دفعت مليم. بتحويل من المستشفى اللي جنب البيت. قبل كده برضو كنا بنعمل عمليات في المستشفيات الحكوميه وكانت بتبقى برضو بمجانا. لا يا فندم ما كانش بالصلاحيه ديت ولا كانت بالنجاح ده. بالجوده. بالجوده ديت ولا الدكاتره اللي بيشتغلوا وبالاجراءات دي وبالاجراءات ديت وبتخليصها. وبعدين لما حاجه مستعجله بيعملها فورا ما بيتاخرش اللي يديك اسبوع ولا اتنين. انت وضحت له نقطه تانية. لا ان انت حضرتك بتتكلم اهو كان زمان برضه حاجه العمليات انا مجربها عندي بس ما كانتش بالجوده دي. ما كانتش بالجوده ديت يا فندم. الله ينور عليك. لا الحمد لله في جوده طبيه تمام تمام ومنظومه وكانت يعني زمان غير دلوقتي. ربنا ينعم على حضرتك. وكل حاجه موجوده وتمام التمام والمريض بيتعالج في نفس اليوم
طفل كبير صغير ست تعبانه بتاع كلام ده بتخش الواحد على طول بينقذها الدكتور موجود عندينا. تمام التمام. اتفضل يا عمنا. الحمد لله. شاكرين عم الحاج وربنا انا من حضرتك الشفاء. الحمد لله. اتفضل يا عمنا خد المايك معاك. اولا نورتونا ونشكر العمده على القعده الجميله دي. الله يسلمك. اتحت لنا الفرصه الواحد يقول اللي في قلبه اللي ليه واللي عليه. ده لسه الحمام جاي ان شاء الله. بالنسبه للمنظومه هنا هنتكلم بصفه عامه وصفه خاصه. اتفضل. بصفه خاصه هنا قريه المدموت كما ذكر استاذنا واخونا الفاضل وعمده البلد. بالنسبه لقسم النساء احنا على ما تنشا لنا مستشفى وتمشي في اجراءات ممكن يتوفر مكان من داخل الوحده الصحيه. تمام. تخدم نساء قريه المدمود بدل ما احنا بناخد جواب ونتحول على كذا مستشفى من مستشفى والكلام ده. دي بالنسبه كصفه عامه. يعني احنا كنا بنتكلم على مستشفى ايزيس اللي هي بتاعه النساء والتوليد. مظبوط يا فندم. فالاستاذ برضه كان بيتكلم حلو كويس. تمام كويس. احنا يوفروا لنا حتى مكان في الوحده الصحيه. الامر على الدكتور احمد ونشوف الدنيا. اما باقي المعاملات كدكاتره وقسم ومدير مستشفيات. ايوه. بسم الله ما شاء الله رعايه اللهم لا مجامله لاحد. ايوه رعايه. أيوة. فعلا جميله جدا. ايوه وبيتعاملوا معانا بهدوء كامل. الله ينعم عليك. بالرغم انه ممكن حاله المريض تضيع انه يتعصب احيانا على الطبيب. معلش. لا بيتعامل في رضا المنتفعين. امال الدكتور كورولس بيعمل ايه؟ ما هو رضا المنتفعين الدكتور كورولس. بالظبط يا فندم. بالنسبه لحاجه اخيره حضرتك. قلبه واسع. لما بيتم تحويلي من دكتور القسم الخاص بتاعي لمكتب المنتفعين او المستفيدين داخل التامين الشامل. ايوه. التامين الشامل بيحب يحولني على مثلا متعاقد مع كذا مركز خاص بره. تمام. انا الكومسيون بيكون طالب مني لازم يكون على توقيع وختم شعار الجمهوريه. العياده او المستشفى الخاص ما فيش الكلام ده. تمام. بتطلع على مدير التامين الصحي هنا في الاقصر يقول لك لا معلش انا ما عنديش تعاقد غير الاثنين دول. طب يا سيدي حولنا على اي مكان تاني. أيوة. على اي محافظه. ايوه. أيوة. يقول لك لا انا مش متاح لي. احنا دي بنتمناه انه يبقى متاح لي. تمام. ان اتحول على مستوى الجمهوريه في اي مكان في اي مستشفى جامعي او حكومي. ربنا يزيدك. شكرا يا فندم. اتفضل يا عمنا. انا زي ما قلت لحضرتك شرفنا بحضراتكم وانا من محافظه اسوان وجاي ضيافة عند خالي هنا. ياه. وان شاء الله ربنا يكرمنا وكوبومبو تشتغل برضو ان شاء الله باذن الله. ده اسوان جايه في المرحله الجايه ان شاء الله بفضل الرحمن شغاله. يعني هم دلوقتي في تجريبي. شغاله في التجريب يعني. فان شاء الله باذن الله هتشتغل قريب ان شاء الله ربنا. ده احنا هنتنغنغ ان شاء الله. والله ان شاء الله باذن الله. الله ان شاء الله. ومبسوط بوجود حضرتك. واقول لحضرتك ما تمشيش عشان يعني حضره العمده عزمك على حمام. بيقولوا يعني ايه ما فيش اجمل من كده. يعني الواحد قاعد وسط اهله وناس واخواته الكبار ويعني تجربتهم على عيننا وعلى راسنا والتاريخ وعبقه وجماله يعني موجود في وجوه الناس دي. فيعني مش محتاج ان انا اعمل ختام للحلقه بقدر ما اوجه لهم كل الشكر والاحترام والتقدير. وعايز اقول لحضراتكم ان اللي قالوه ده خلاصه اللي احنا شفناه النهارده. أنا ما جبتش حاجة من عندي ولا هزكي الدكتور أحمد البرعة وفريق العمل اللي معاه في أي شيء، بل هزكي العمل اللي هم عملوه. وأكبر دليل إنه يعني الراجل في أسيوط أهو. في أسوان ولا أسيوط؟ أسوان. وإن شاء الله هتطبق الخدمة في يعني تقريباً كام شهر كده على نهاية السنة هتطبق الخدمة. الكلام كل اللي اتقال هننقله للدكاترة والمسؤولين والدكتور أحمد البرعة ونشوف الرد إيه. ربنا يديكوا الصحة والستر والخير والعافية والرضا ويمنحكوا دايما الثبات والقوة. وأهم حاجة نحمي بلدنا. احنا أهم حاجة تبقى حماية بلدنا ده في الأساس، لأنه استقرار بلدنا ده هو أعظم حاجة وهو أجمل حاجة وهو أفيد حاجة وهو يعني أكبر حاجة ممكن إن احنا نسعى إليها في هذا الإطار. أشوف حضراتكم بكل خير ودايما الخير من المنظومة الصحية الجديدة انها تعم على 27 محافظة بعد ما تنتهي من الست محافظات الحالية. تصبحوا على خير.